مساء الخير عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب. وحشتونا جدا جدا من الاسبوع اللي فات. النهارده اول اسبوع الحقيقه، وعندنا كتير من الموضوعات وكتير من الاحداث حصلت. بس الحقيقه انا يعني ايه فكرت كده ان انا اعمل حاجه مختلفه، لان انا الحقيقه يعني ايه، انا طبعا زمان كنا احنا بنقدم الاخبار والسوشيال ميديا تنقل عننا، للاسف الشديد عشان المواقع الكتيره و و و هم بقوا اسرع مننا كتير، لان هم موجودين على طول على يعني مع الناس. احنا لازم نستنى لغايه يوم السبت، او نستنى لغايه يوم الاحد، او نستنى لغايه يوم الاثنين عشان نطلع نقول الخبر. فطبعا بحكم شغلي بتابع السوشيال ميديا، مش التيك توك، الفيسبوك واخبار المواقع و و و أصبت باكتئاب شديد الحقيقة. يعني كمية الأخبار السلبية تموت أي حد، والله العظيم والله. يعني النهاردة مثلا، النهاردة بس وفاة السباحة شذا نجم، الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها. وبعدين بقلب وفاة القبطان الشاب اللي كان موجود على السفينة، وبعدين حكاية جانا وزميلتها شهد، وبعدين وفاة وفاة وفاة، دي بقى يعني ايه 500 خبر. ما على فكرة ده كان بيحصل طول حياتنا، يعني طول حياتنا طول ما احنا عايشين كان بيحصل طول حياتنا، ولكن ما كانش السوشيال ميديا موجود، فما كانتش الاخبار بهذه الكثافات. ايه يعني ايه؟ يعني ما نتكلمش عن وفاه السباحه، لا 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 خالص، ده هنتكلم ونتكلم ونتكلم ونحطها فوق راسنا من فوق وكده. لكن في مثلا جنبها مليون الف خبر تانيين عن وفاه او عن حريق او عن حادثه او عن مش عارفه ايه. اللود كبير، يعني اللود كبير جدا 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 من كم الاخبار السلبيه اللي تدمر نفسيه اي حد، حتى لو بطريقه غير مباشره. فانا قعدت اقول ايه، هو انت يعني ما انت بتعملي زيهم، ما انت هتطلعي تتكلمي برضو عن الحادثه الفلانيه وعن فقلت لا والله ما عامله كده، والله لا. احنا انجح حلقه كانت في قناه هي كانت حلقه الفنانه نجوى فؤاد. وما تقوليش بقى ما ده راحت عليها، اصل ما بينجحش على السوشيال ميديا. عملت 7 ولا 8 مليون على الفيسبوك، وعملت مش عارفه حاجه و20 مليون على التيك توك. يعني الناس بقت متعطشه جدا 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 للزمن القديم وللحكايات البريئه اللي خارجه عن خدش الحياء والفيديوهات المسربه والفيديوهات اللي مش عارفه ايه ومين خان مين خارج ده. يعني في ناس محتواها كله قايم على الحاجات اللي بتخرج عن سياق الاحترام والادب، اللي ليها دعوه بالحاجات الاباحيه و و و، ودي حاجه مرعبه الحقيقه. فالنهارده انا قررت بلاش امشي بمنطق تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. النهارده هنرجع للزمن الجميل لورا لورا قوي، وهنعمل حلقات كتير قوي 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 عن المواضيع دي. والمواضيع دي مش حكاية فنان وفنانة بس، لا، دي بنتعلم منها كمية حاجات. ما هو انت لما تعرف قصة حياة حد او الحاجات اللي حصلت في حياة حد، انت بيتوفر عليك كتير قوي 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 في فكرة ان انت تتعلم الحاجات اللي ما حصلت لكش في حياتك، انت تتعلم منها. احنا الاسبوع اللي فات او اللي قبليه انا مش فاكرة، استضفنا حفيدة الفنان اسماعيل ياسين. تعالوا كده نشوف اللقاء مع بعض. بدون مقدمات كده قالوا لي حفيدة اسماعيل ياسين موجودة. انا مش عارفة هل هو الفنان اسماعيل ياسين تالي كان عنده ولد واحد اللي هو مخرج، صح ولا لا؟ اللي هو المخرج ياسين اسماعيل ياسين. هل هي دي بنت الاستاذ ياسين اسماعيل ياسين؟ مين معانا؟ فين هي؟ ايه يا جماعه؟ فين المعلمه؟ نعم معلمه.
يا نهار ابوك اسود، انت واد سهتني وكلت المتوفي. ناوي النبي يا معلم انا هدفعه بالسم ما دوته. امال ايه الدم اللي على بقك ده؟ منبه فلان كسبان وفلان خسران، وتشوف العكس الليلة التانية خسارة طوال كل الليالي، وصاحب النادي له عالميال يخبط عمولته المعتادة، هيهمه ايه لا ده ولا ده، يفضل في مكسبه ولا يلعبش. استاذة امل اهلا بيكي. اهلا بيك يا استاذه ريهام. هل حضرتك ازيك يا استاذه ريهام؟ انا بحبك. طب عامله ايه يا اختي؟ اهلا بيك يا استاذه ريهام، ازيك؟ قولي لي. الله يرحمه حبيبي. قولي لي. انا سلم كان عبقري بجد. قولي لي حضرتك بنت الاستاذ ياسين، اسمها ايه ياسين؟ عايزاكم تلاحظوا حاجة، ان انا انتي حفيدة اسماعيل ياسين. ايوة. طيب بتيجي عند السؤال اللي بقولها فيه، طب انتي باباكي؟ انا شكيت لما شفتها، انا شكيت فقلت هقولها معلومة ممكن تبقى مش عارفاها، انا عارفاها. قلت لها طب انتي والدك اتوفى وابوكي يعني جدك اتوفى وباباكي عنده كام سنة؟ جدك اللي هو اسماعيل ياسين اتوفى وباباكي كان عنده كام سنة؟ تقول الو الو مش سامعة الو ثلاث مرات. تعالوا نشوف مع بعض. ريهام انا بحبك. طب عاملة ايه يا اختي؟ اهلا بك يا استاذة ريهام، ازيك؟ قولي لي. الله يرحمه حبيبي. قولي لي. انا سلم كان عبقري بجد. وخالد قولي لي حضرتك بنت الاستاذ ياسين، اسمها ايه ياسين؟ والنبي يا اختي انا اش ضراني، هم اللي قالوا لي ايوه. ماليش دعوه، مش ايه بس انا ما كنتش عارفه ان عنده بنت كبيره كده. لا يا اختي احنا لقينا. طب قولي لي بقى، قولي من وانت صغيره خالص شفتيه اصلا؟ يعني هل التقيتي بيه ولا ما لحقتيهوش؟ هو انا كبيره قوي كده ما لحقتيهوش. ها ما لحقتيهوش خالص حتى وانت صغيره؟ لا طبعا ما لحقتهوش. ولا وانت صغيره خالص؟ لا طبعا ما شفتوش خالص. هو توفى واستاذ ياسين عنده كام سنه؟ لا طبعا توفى واستاذ ياسين عنده كام سنه؟ امل اتوفى واستاذ ياسين عنده كام سنه؟ بقولك في حاجه في الصوت يا جماعه. طب هي سامعاني كده ولا لسه؟ ممكن تقطعوا وتدخلوا تاني. من الحاجات الجميله جدا 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 جدا، لسه النهارده الفنان تامر عبد المنعم كان حاطط مسرحيه تبع يعني قصر الثقافه، قصر من قصور الثقافه، وكان هو مخرجها. وحد انا طلعت من اللقاء رحت قلت للاعداد انا عايزه شهاده ميلاد البنت دي، فقال لي هي كاتبه على التيك توك وعلى الانستجرام حفيده اسماعيل ياسين. وانا لما سالتها هنا ما قالتليش لا، ما قالتليش لا. المهم خلصت وروحت وانا عندي شكوك رهيبه. هي شبهه على فكره. روحت فوجئت ب حفيدة الفنان اسماعيل ياسين بتتصل بينا وبتقول ان البنت دي ملهاش اي اساس من القرابة ولا انه يعرفوها ولا ليها اي علاقة بيه، وان هما
مش مبسوطين خالص انها طالعة حتى على السوشيال ميديا بتقول انها حفيدته، وبيقولوا ان في ناس كتير قوي بيعملوا كده. ماشي، احنا اعتذرنا للناس، بس انا بقى عايزة اكلمكم في الموضوع ده بشكل كده، يعني ايه، في رحمة او ود. انا واحدة كافية خيري شري قاعدة مذيعة، فيجي حد من الاعداد يقول لي ده احنا معانا النهاردة استاذ حفيد اسماعيل ياسين. حلو. طيب، هل حضرتك لو في مكاني تتخيل ان حد هيطلع على التلفزيون قدام الناس كلها يقول انا مش حفيد، يعني ان هو حفيد اسماعيل ياسين وهو مش حفيد اسماعيل ياسين؟ هل ممكن انت حضرتك تتخيل ده؟ طيب، هل انت ممكن تتخيل ان معد يجي في برنامج كبير زي ده يجيب حد يطلع يقول ان انا كده وهو مش متأكد؟ طيب، من هي الضحية؟ وايه بقى؟ يعني مش عايزين نقعد نفتح القديم، بس هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل بالظبط في حاجات بقى تانية كتيرة. انا قاعدة بقول ده عشان تقال لي دي فلانة، ودي هي طالعة بتقول لي اه. طيب، باباكي كان ما كان ممكن اي بدل الو 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 تقول لي على فكرة انا ده مش بابايا وده مش جدي وانا بقلده بس. لما اكتشفنا ده بقى، وطبعا انا خناقة رهيبة مع الاعداد وكده وحاجات كده، يعني كان اعداد جديد، هو طبعا راح قال لها او كلمها عاتبها. فبنكلمها دلوقتي عشان انا كنت فاكره انها ما تعرفش. اتاري ان الاعداد كلمها وقال لها ليه وليه وليه، فراحت بعت له قالت له لا لا لا، ده انا فوجئت بس بريام سعيد بتقولي على الهوا ان انا حفيدته. طب انت كاتبه على الانستجرام انك حفيدته، طب غيريها بقى وما قلتيش انا مش حفيدته، وما طلعتيش قلتي بعد كده في الفيديو انا مش حفيدته، والفيديو اتحط على السوشيال ميديا ما قلتيش انا مش حفيدته. يعني سهل قوي، يعني انا لو حد استضافني في برنامج وقال لي انت حفيده كمال الشناوي هقول له لا معلش انا مش حفيده كمال الشناوي. سهل يعني، ما لساني ما اتقطعش. يعني بقت دلوقتي هي ريام سعيد اللي فوجئت بيها بتقولي كده على الهوا، طب ما ردتيش ليه؟ عيب وما يصحش، وبحركاتكم دي بتأذوا ناس تانية زيي او زي اي حد تاني لو جت في حاجه كبيره او حاجه تمس ناس تانية. الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا تكذب علينا دي كفايه كفايه بجد، كفايه كفايه، عشان يعني مش قادره اقول لكم دي تصرفات غير مقبوله ازاي. بس هذا اللقاء اداني الفرصه اني اعمل لقاء تاريخي والله العظيم للي بيعرف قيمة يعني ايه تقدم حاجة في الاعلام قيمة. انا النهاردة بقدم بكل فخر حلقة قيمة عن الفنان اسماعيل ياسين، وكانت اول مفاجأة فيها انه ابن او بنت اسماعيل ياسين اللي هي اخت ياسين اسماعيل ياسين، هي مش اخته شقيقة، هي بنته بالتبني، وهي والدة الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر. دي أول مفاجأة، ومفاجآت كتير بقى. أنتوا هتقعدوا تستمتعوا باللقاء بصور أنا فخورة إنها معانا النهاردة، وفخورة إنها في أرشيفنا أو في أرشيف صبايا، وكل حكاية أسمعها أبقى مش مصدقة إن إحنا مش عارفين ده ولا سمعنا عنه قبل كده. تعالوا نعيش لحظة بلحظة مع الفنان الكبير المبدع الخالد. أنا ليه عاملة اللقاء ده؟ تعرفين أن أنا ولادي عندهم 24 سنة و 23 سنة، أما بكلمهم عن الناس دي هم مش عارفينهم قوي. بكلمهم عن الفنان أحمد زكي مش عارفينه قوي، في جهل شديد شديد عند الجيل الجديد لفنانيننا العظام
العباقرة. احنا من دورنا بجد ان احنا نحيي هذا مرة اخرى، وان احنا نفهم الجيل الجديد مين دول. الله يرحمه الله يرحمه. انا النهاردة فخورة جدا 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 من اروع الحلقات اللي قدمتها في حياتي النهاردة. انا دايما اقول اقوى، لا ده من اروع وامتع الحلقات اللي هتشوفوها النهاردة. تعالوا نشوف مع بعض. اللي موجودة في الشقة في كل مكان بتدل على ان في حالة عشق. طبعا. كنت بتحبيه قوي؟ طبعا ده ابويا اصلا يعني. احكي لنا بقى حكاية ابوكي دي. احنا كلنا نعرف ان اسماعيل ياسين او الفنان اسماعيل ياسين خلف ولد واحد اللي هو ياسين اسماعيل ياسين. احكي لنا بقى. خلف ولد واحد فعلا بس هو ابويا برضه. ازاي بقى؟ انا بنت اخت مراته. ممكن تعلي صوت النار؟ انا بنت اخت مراته. بنت اخت مراته. اه يعني ياسين ابن خالتي يعني. اوكي. بنت اخت مراته يعني اخت مراته. يعني ماما فوزيه تبقى خالتي. اه. اللي هي مرات بابا اسماعيل. اوكي. فمن وانا عندي سنتين كان والدي ووالدتي انفصلوا يعني. اه. فاخدوني عندهم قعدت عشت معاهم يعني. يعني حضرتك مرات اسماعيل ياسين اختها حضرتك بنتها. آه. هي انفصلت عن باباكي. آه. فانت انتقلتي للعيش يعني العيشة. آه. مع اسماعيل ياسين. آه. ليه سبتي مامتك ليه؟ مش انا كان عندي سنتين. اه مامتك سابتك. هو بابا اسماعيل ياسين لما شافني وانا صغيره بيبي كده حبني قوي.
اوكي. هما كالعاده حاجه بيحبها بيجيبوها له. اوكي. فجابوني يعني. بجد والله؟ اه والله. ومامتك رضت؟ اه ماما وافقت ان هي كانت برضه ظروفها مش حلوه ومعاها اخويا شقيقي. اللي هي اخ شقيقي اللي هو عادل انور. اوكي. فبابا اسماعيل قال لها كفايه. دي قصه مهمه قوي. اه قال لها كفايه عليك يا عادل. اه. واحنا هناخد ميرفت. بس انا ما كانش اسمي ميرفت. هو اللي سماني ميرفت، انا اسمي ايمان. يعني بشهاده الميلاد اسمك ايمان؟ اه. يعني انا لما كانوا لكن سماكي ميرفت. اه يعني انا لما ده اعتبرك بنت وبنت يعني. لما كبرت شويه ودخلت المدرسه يقولوا ايمان، عارفه اللي اسمه مخالي يرد ده؟ اه. قلت لهم اللي اسمها ايمان ترد، يعني انا ما اعرفش ان اسمي ايمان. قولي لي المفاجاه الاكبر، وهي حضرتك والده ايمن بهجت قمر صح؟ انا ايوه اللي والده ايمن بهجت قمر. ايوه. وانا بقول دي المفاجاه الاكبر بالنسبه لي. يعني اول مره اعرف ان ايمن بهجت قمر قريب اسماعيل ياسين. لا ليه ده، هو طلع في برامج كتير وقال على فكره. قال كتير يعني. طيب يعني حضرتك اتربيتي من وانت عندك سنتين. أوه. كاخت لياسين اسماعيل ياسين. اه. ولما كان بيروح المدرسه ويقولوا لي ويقولوا لبابا اسماعيل هي اسمها ايمان انور. اه. ما هو شهاده الميلاد بقى ايمان انور مش ايمان اسماعيل ياسين. اه مش اسماعيل ياسين خالص. كان يقول لهم انا اسمي الحقيقي انور. هو اسماعيل ياسين اسمه الحقيقي انور؟ هو كان يقول لهم كده. اه بيضحك عليهم. آه. اه على اعتبار ان انا بنته بنته يعني. اه يعني مش عايز يقول حتى انك قريبته وبيربيه في المجلات والجرايد وكله كان بنته. يعني نجليه ياسين ومرفت. هل في اي مرحله من المراحل بصراحه كنت بتحسي ان في فرق في المعامله؟ لا خالص. لان انا كنت اسمع ان ياسين ده يعني عنده ياسين اهم حاجه. اه بس ياسين كان في فرق بيني وبينه 7 سنين. فلما انا ابتديت اكبر ياسين كان كبر بقى شاب بقى وليه اصحابه وخروج وكده. فانت اللي قاعده. وانا اللي قاعده وانا الدلوعه بقى بتاعت البيت يعني. اه. ومعظم الوقت كان بابا بقى كمان شغله قل، فكان معظم الوقت قاعد معايا. يعني انا لما كنت عايا كنت اصحى الاقي بابا بيعمل لي كمادات. اه. كان حنين يعني. جدا حنيت الدنيا. اه. يعني انا ما شفتش اب كده يعني. لا هو ابويا طبعا. طب وابوكي الحقيقي كم؟ لا انا ابويا الحقيقي ده ما شفتوش كم مره كده يتعدوا على صوابع الايدين يعني. بجد؟ اه والله. حتى لما كبرتي حتى لما اتجوزتي؟ ولما كبرت يعني. توفى اسماعيل ياسين وعندك كم سنه؟ انا كان عندي 16 سنه وشهرين. 16 سنه؟ كبيره يعني واعيه يعني كبيره. اه. وكنت بتعتبري بقى خالتك والدتك؟ اه طبعا. مش والدتك؟ لا لا لا، والدتي هي ماما فوزيه يعني. حتى كانت بتقول لمامتي لما تجيلنا تزورنا ان انا ما اقولهاش يا ماما، اقول لها يا طنط. بجد؟ والله العظيم. قصه عجيبه جدا. كانت غيوره جدا. قصه غريبه جدا. لا هي كانت غيوره. انتوا فاهمين ولا لا هي بتقول ايه؟ هي بنت اخت مرات فنان اسماعيل ياسين. اسماعيل لعبت مع ياسين، ياسين كانوا بيجيبوا له كل حاجه عايزها، مش حضرتك قلتي كده؟ فقالوا له لا خلاص احنا هناخد ايمان اللي سموها بعد كده ميرفت، بقت اخت لياسين اسماعيل ياسين. لما كان بيتسال في المدرسه عن ليه اسمها ايمان انور كانوا يقول لهم اصل انا اسمي الحقيقي انور، يعني ما كانش حتى عايز يعرف الناس انك بنت قريبته. خالص خالص. ما كانش في تفرقه خالص 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 خالص. بنته بنته يعني. بنته بنته طبعا. لما كبرتي بقى واتجوزتي بابا الاستاذ ايمن وكده. لا ده بعد وفاه بابا اسماعيل. انا فاهمه. كنت قاعده مع مامتك؟ كنت مع ماما فوزيه وياسين. كانت عايشه لما اتجوزتي؟ ده انا اتجوزت بعد وفاه بابا اسماعيل يمكن ب9 شهور. جوزتي عندك 17 سنه؟ عندي 17 سنه وجبت ايمن وانا عندي 18 سنه. بجد؟ اه والله. قضيتي صغننه خالص. انا بيني وبينه 18 سنه. والله بجد؟ وجبت ايمن بس ولا ولاد تاني؟ لا من بهجت جبت ايمن بس. أوه. بعد كده عندي هشام وصادق من المخرج عادل صادق. والله. طيب انت عارفه انك بتقولي مفاجآت كلها. لا 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 عندي مفاجآت كتير يعني. اول مره اعرف ان ايمن بهجت قمر عنده اخوات من استاذ عادل صادق. اه طيب يعني وفاء صادق تبقى اختهم بقى. اخت ولادي بقى. اوكي. اخت هشام وصادق. اوكي. طيب ايمن لما جه وانت عندك 17 سنه صح؟ طب ايمن اتولد وانا عندي 18 سنه. ازاي بقى طفله اتعاملت مع طفل؟ كنت بقى مجلات وكتب اطفال بتعلم منها يعني.
عشان اربي البيبي ده ازاي يعني. طب وجدته اللي هي مرات اسماعيل ياسين؟ لا دي كانت ماما توفت سنه 82. يعني ما اتجوزتي؟ لا كنت اتجوزت 82. شافت حفيدها قصدي شافت ايمن؟ شافته بس كانت يعني تعبانه قوي. هي قعدت كذا سنه تعبانه. اوكي. بس فرحت بيه اكيد. طبعا فرحت بيه طبعا جدا. لكن ما كانش في علاقه، قصدي كان صغير قوي، ما كانش في علاقه بين لا كان صغير قوي. طيب هل الموهبه عند ايمن بهجة قمر ابتدت من هو صغير قوي؟ عملتي اي حاجه عشان لا هي ابتدت، هو طبعا من صغره بيحب مسرح عرايس والحاجات دي، يعملها يلعب في البيت ويجيبها وكده. وبعدين بعد وفاة بهجة على طول عمل كتب شعر على وفاة ابوه يعني. وهو عنده كم سنة؟ كان عنده 15 سنة لما بقى تتوفى. وفضل قاعد معاكي؟ قاعد معايا لغاية بقى ما عنده 17 سنة، عايز يروح يقعد في شقة أبوه بقى. وراح قاعد لوحده. واعتمد على نفسه بعد كده. اعتمد على نفسه. وبقى أيمن بهجة أبوه. وبقى أيمن بهجة. ودخل الجامعة ودرس وكده. وهو قاعد لوحده. دخل الجامعة بس هو لسه مخلص السنة اللي فاتت سنة رابعة. بجد والله؟ والله قعد 20 سنة أو 21 سنة في سنة رابعة. بس هو يعني هو واحد تاني برافو عليه برضه إنه كمل، لأن واحد تاني ما كانش كمل، هو خلاص أيمن بهجة قمر يعني. كمل وخدها. بتبقي فخورة بيه قد إيه لما بتشوفي أي حاجة جديدة منزلها أو أغنية مكسرة الدنيا أو كده؟ طبعًا فخورة بقى أمه يعني. علاقتكم كويسة؟ طبعًا الحمد لله جدًا يعني. لا ابن البكر يعني. بتكلميه اي حكم بيسالك اي حاجه عن اسماعيل ياسين؟ اي حد بيسالني عن اسماعيل ياسين؟ طبعا بقى. لا هو ايمن، هل كنت بتقعدي تحكي له عن جدك؟ طبعا زمان بقى لما كان فضيل يعني نقعد نحكي طبعا كتير، ودلوقتي بقى هشام وصادق بنقعد نحكي كتير بقى. طب قولي لي ايه اكتر حاجه كنت بتحبيها في اسماعيل ياسين؟ حنيته وطيبه قلبه، يعني كان راجل جميل بصراحه. ايه عيبه طيب كان؟ لا هو انا بالنسبه لي يعني حته العصبيه بتاعته، بس في ثانيه يترمي افيه كلنا نضحك، كلنا في الموضوع ينتهي بسرعه يعني. هل كان بيبقى عنده القلق بتاع الفنانين دلوقتي بتاعت انه داخل فيلم وبيحضر وكده؟ في تحضير ولا من طبعًا. كتر ما الافلام كانت بتبقى لايت احنا متخيلينهم كان بيعملوها سهل يعني؟ لا طبعا بيبقى عنده القلق ده طبعا اكيد يعني. هل عمرك رحت لوكيشن معاه؟ طبعا. والله؟ طبعا. طب احكي لنا كده عن لوكيشن رحتيه كتير. احنا رحت معاه افلام كتير، وبعدين في لبنان كمان بالذات. حضرت معاه افلام كتير يعني. مين كان معاه في الافلام دي؟ يعني في كان عامل مع صباح ونوره وفريد. واحده اسمها نوره، مش نوره بتاعتنا المصريه، مش لا مش اخت كوسيا يعني. لا واحده تركيه تقريبا. طب هل عرض عليكي في اي وقت ان انت تمثلي وانت صغيره؟ لا هو حصل ان انا اتعرض عليا الفيلم بتاع امبراطوريه مين. اوكي. بتاع فاتن حمامه. فكنت هعمل الدور اللي عملته ليلى حماده. نفسين بعض يعني. فوافق وكل حاجه. يوم ما كنت رايحه ونازله اصور لقيته قاعد بيعيط. ليه؟ والله. فقلت له بتعيط ليه؟ قال لي انا خايف عليكي. خايف عليكي من الوسط، مش عايزك تخشي الوسط ده. قلت له بلاها الوسط وبلاها التمثيل. مش هخش الوسط بجد لكن والله. ما تعيطش. والله يعني يعني اكيد انت كنت عايزه تبقي نجمه. عايزه وحابه الفن جدا. وعندي كل الميول الفنيه. لمجرد انك شفتيه بيعيط لقيته بيعيط ومتضايق قوي وخايف عليا، قلت له اقسم بالله ما انا داخله، اعتذر لهم مش هروح، انت تعيط عشان انا همثل مش همثل. فكرتيش خالص بعد ما توفى انك ترجعي؟ بعد ما توفى واتجوزت بهجة قمر اتعرض عليا ان انا امثل. رفضت برضه. وكنت متجوزه مخرج يعني كنت ممكن تمثلي سهله. لا الاول بهجة قمر مؤلف. لا انا قصدي مؤلف وبعدين مخرج يعني. لا خلاص مبدا يعني بابا رفض خلاص، مش بعد ما مات هعمل حاجه تضايقه يعني. ما عملتيش عشان هو رفض ولا ما عملتيش عشان لا مش عايزه خلاص؟ عشان هو رفض طبعا. بجد؟ طبعا. يعني نفذتي له رغبته حتى بعد ما توفى؟ طبعا. امال يعني هعمل يعني اقول له اوكي وهو عايش وبعد ما يموت اخدش ال عشان على اساس هو كان بيقول لك انا خايف عليكي بس خلاص اتجوزتي. هو خايف عليا. هو خايف عليا يبقى ده في خطر عليا. انا عارفه.
هو مش هيخاف عليا من حاجه. على ايامهم كان في التفكير ده طبعا. قال لي انا لو انت ولد ارميكي في النار مش هيهمني، بس انت بنت يعني اخاف عليك. طب الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا دلوقتي بتزعم انها حفيده اسماعيل ياسين او بنت اسماعيل ياسين او كده، انا بخش ابهدلهم. بتتضايقي؟ وبخش اتكلم ويقولوا لي انت متغاظه ليه يعني، مستغربين وبيبجحوا يعني. البنت اللي انت استضفتيها دي انا عامله لها مليون كومنت على الانستجرام، عامله كتير، وحفيده اسماعيل ياسين. اقول لها انت يا بنتي لا تموتي للعيله بصله. شايفه دي جريمه؟ قولي ان انت بتحبيه بتقلديه، اوكي انا احترمك، لكن تقولي انت كدابه ومزوره يعني. ايوه مزوره. تقولي وانت ايه اللي مضايق حضرتك يعني؟ كمان بكحه. يعني كمان بكحه. لا وفي كده كتير يعني. في برضو ولد برضو قبل كده دخلت برضو اتكلمت معاه، والله الناس اللي قالوا كده مش انا، عشان انا شبهه بقلده. هو مش شبهه هي خالص. البنت شبهه بصراحه. لا بس كمان الولد ده مش شبهه. وبعدين ايه تقل الدم ده يا ريهام يعني؟ لا مفيش الكاريزما ولا لا مفيش القبول. انت اللي قلتي. على فكره تقل دم او خفه دم دي حاجة بتضايق أكيد يعني، إن حد من بره العيلة أو من يعني. أنا واحدة من الناس اللي وقعت في هذا الفخ. شفت ومتضايقة، لأن شفت. أنا قعدت أقول طب أنا يعني لو جه معد قال لي دي حفيدة إسماعيل ياسين أقول لها طلعي بطاقتك يعني قصدي أقول إن أنا ما جاش في بالي أصلا إن ممكن حد يألف ده. لا ازاي ده بقى معروف قوي. ويطلع في التلفزيون. ايوه ويقول للناس انا كذا. انا لا وانا بشوف على الفيسبوك بالهبل. لا لكن اطلع في برنامج كبير في التلفزيون اقول لا أنا دي بكحه جدا فلاني. ما هي دي اللي بكحه جدا بقول جدا يعني، عشان مش في مصر، مش عايشه في مصر. عارفه النهارده لقيتها عامله ايه؟ بدل حفيده اسماعيل ياسين حبيبه اسماعيل ياسين. رجعت بص. هي شكت ان انت فهمتي. لا مش شكل فهمت، انا بعت لها رساله ان احنا هنرد عليها الاسبوع الجاي. اصل يعني ان انتوا عرفتوا انها مش حفيدته. وان احنا هيبقى لينا رد صارم. طبعا لان هقول لك حاجه، انت بتزعمي ده ما تخليناش نشترك فيه. بالظبط. بتقول لك حفيدته يعني قولي لي انا لا انا مش فلانه، لكن ما توقعيش في غلط معاكي. ما هو ده اللي انا اقصده. يعني قولي انا بحبه وانا متيمه بيه انا اي حاجه. بس نرجع نقول هو من كتر ما هو كان مميز مختلف مش هيتكرر وكده، ممكن ندي العذر لحد انه عايز ينتمي ليه باي شكل من الاشكال. لكن مش بالطريقه دي طبعا، مش على الميديا والكلام ده يعني. لا ممكن يكون بيسعى للشهره برضه. ما هي دي بقى، وده كذب. كان بيتكلم زي الافلام؟ لا خالص طبعا. مفيش لا 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 ده كان عاقل جدا ورزين بقول لك، وعصبي. وكان غاوي طبعا كوره وماتشات الزمالك وكده. كان زملكاوي قوي. يا لهوي ده كان يوم ماتش الزمالك ده يبقى عندنا حظر في البيت بجد والله. نقعد نصلي يا رب الزمالك يكسب، يا رب الزمالك يكسب. عشان ما يبقاش يوم اسود. ولو ما كسبش تبقى كارثه. يوم اسود عليه. الحمد لله كان بيكسب على طول ايامها بجد. طبعا زمان كان الزمالك هو التوب. مش هقول لك بقى انه كان يعني هيتضايق الايام. لا زمان بقى. دلوقتي بقى الاهلي لو كان عايش دلوقتي كان هيزعل قوي. طب قولي لي بقى وايمن بهجت قمر زملكاوي؟ لا ده اهلاوي صرف. اهلاوي صرف انا عارفه عشان كده سالت. مع ان بابا زملكاوي. والله يعني استاذ بهجت كان زملكاوي. طب غريب قوي انه طلع غير بابا. انا ماليش في الكوره بس انا اهلاوي. والله. طيب انت اكيد مبسوطه ان انت كان في فن حواليكي من كل حته. طبعا يعني من وانا يعني من وانا قد كده كبرتي وبعدين اتجوزتي يعني وابنك يعني. لا انا ليا قصص كتيره قوي يعني. بعد بابا اسماعيل يعني. انا وانا صغيره خالص كنت على طول قاعده في الكمبوشه في المسرح. والله وانا صغننه خالص. وفي الانتراكتور. كان بينسى كتير؟ كان ايه؟ كان بينسى كتير يعني. كان بيرتجل كتير. كان بيرتجل كتير. بس كانوا بيموتوا على روحهم بقى من الضحك. طبعا يعني محمود المليجي وزينات صدقي وكده كانوا بيضيع. شفتي انت كل الناس العظيمه طبعا. دي يا بختك. طبعا قولي لي وكانوا غير خالص اللي ما بيطلعوا.
يعني هم اصلا كان ليهم كاركترز يعني مثلا ايه كانت ليها كاركتر، محمود المليجي ليه كاركتر، كلنا مش متخيلين هم في الحقيقه كانوا بيعملوا يعني محمود المليجي ده اطيب خلق الله والله فظيع. ما بيتكلمش طبعا زي ما بيتكلم كده، مش شرير ولا فيلن ولا اي حاجه خالص. طب وزينات صدقي كانت كده بتتكلم صوت عالي كده عادي يعني، بس يعني اقصد كان طيب جدا. وانا كنت في المسرح بقى العب في الكواليس وكده، ياخدوني بقى من الاوضه دي للاوضه دي للاوضه دي كده يعني. وكنت بعشق محمود المليجي، كان طيب قوي والله. رستي فالروستي وزينات صدقي مين كان اقرب حد؟ انت تحيه بقى حبيبتي دي لغايه ما توفت، تحيه كاريوكا لغايه ما توفت من كام سنه يعني، وانا كنت معاها على طول والله حبيبتي. طب قولي لي مين اكتر حد كان صاحبه في الوسط؟ محمود المليجي طبعا مع حفظ الالقاب، فريد الاطرش، لا ناس كتير قوي يعني. فريد الاطرش طبعا والله ده حبيبي، ده كان لما يجي يسافر ياخد له معاه مانجا وياخد له معاه حاجات، عشان عارف ان فريد بيحب المانجا. ويجي يسافر لبنان يعني لما يروح له يعني لبنان. لما كان بينزل الشارع كانت الناس تتلم عليه طبعا يقولوا له قول لنا نكته يا سمعه وبتاع، كان يقفل الازاز بقى ويتعصب بجد. ايه قول لنا النكته دي وانا اقرا جزء. يتعصب قوي يعني. لكن ما كانش بقى معاه بودي جاردز ولا لا 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 خالص، كان بينزل يجيب. احنا كنا في الفيلا الاخرانيه اللي هو توفى فيها، كان في جنبينا بتاع فول وسعودي، وكان بينزل بنفسه يجيب الفول والله والله، والناس تتلم عليه كده بقى، يرجع لنا مبهدل بقى الناس والله. بتشد وكده. وتوفى عنده 59 سنه. 59 كان عنده ايه؟ كان مريض بايه؟ ولا حاجه خالص خالص. امال سبب جات له ذبحه صدريه فجاه كده. كان بيشرب سجاير خالص؟ اللي بيقولوا لك كان سكري وكان امرتي لا لا نهائي. ما انا عايزه اسال السؤال ده. لا 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 خالص. امال كان ايه بياكل؟ كان الشيشه ساعات يحب يشرب شيشه انما بيقولوا دي اخطر من السجاير. بس مش على طول يعني. هما بيتنرفز يمكن، ما الذبحه دي ممكن تبقى منرفزه برضه. هو كان متضايق جدا من موضوع فطين الله يرحمه لما توفى. فحتى خد اجازه من الشغل اللي هو الاندلس وشارزاد والحاجات اللي بيروحها دي. ومن الفيلم كان بيعمل الرغبه والضياع. قعد اربع ايام يصور وقال لهم معلش انا هاخد اجازه اسافر بس كام يوم اسكندريه لاني مخنوق مش قادر مش طبيعي يعني. ايوه بسبب فطين عبد الوهاب الله يرحمه انه توفى يعني. يعني ممكن يكون اسماعيل ياسين توفى حزنا على فطين عبد الوهاب؟ من ضمن يعني الحاجات اللي وجعته. يعني هو كان اوريدي متضايق علشان الشغل قل، عشان كنت لسه هقول لك 59 سنه دي كانت ابتدت الشغل يقل. الافلام كانت تجي له وبعد كده تنسحب منه ما يعني المنتج ما يكملش، فكان بيتضايق. اوحش حاجه في الدنيا في الكارير ده لما السجاده تتسحب من تحت رجليك. اللي كمان ضايقه قوي المسرحيات اللي اتمسحت وتسجلوا عليها مباريات كوره. مش مصدقه. ده كان وهو عايش عارف الموضوع ده. كان عايش قهر على الموضوع. لا دي مش قهره، دي مصيبه، ده تاريخه يعني. طبعا. وبعدين هو كان بيعشق المسرح. يعني كان المسرح عنده اهم يمكن من من ال 500 فيلم اللي عمله. هو اعظم حاجه في كل المسرح اهم من ال 500 فيلم اللي عمله. فتقهر جامد يعني. يعني انا مبسوطه قوي ان انا قاعده معاكي. يعني انا مش عارفه، يعني انا قاعده مع بنت اسماعيل ياسين ومامه ايمن بهجت قمر ومرات، يعني عارفه انت معرفش ازاي كنت غايبه عن انت قيمه كبيره جدا، وبعدين انت تعرفي حاجات كتير قوي، يعني انت كنز. يعني احنا ممكن نقعد نعمل معاكي كتير من حلقات وحلقات. كتير من اصحابي يقولوا لي انت لازم تكتبي قصه حياتك لوحدك بقى. أيوة. اللي هي فيها كل الناس دي، لانك عشتي حقب من زمن مختلفه خالص. يعني عشتي في بيت اسماعيل ياسين بهجت ايمن بيقول، واتجوزتي بهجت قمر وخلفتي ايمن بهجت قمر، وبعدين عشتي مع مخرج كبير زي عادل صالح. فيعني عشتي مع شفتي كل الممثلين في كل وممثلتيش، غريبة جدا جدا يعني. لتنفيذ رغبة اسماعيل ياسين. ايه؟ لتنفيذ رغبة اسماعيل ياسين. طبعا طبعا. يعني باي وشك منمنم ما شاء الله. يعني كنت ممثلة، كنت مشروع ممثلة. انا بقول لك كنت داخلة خلاص ورايحة اصور يومها خلاص.
قولي لي كده في الاخر، عايزاكي تقولي لي حاجه توجهيها للناس اللي بتلاقيهم على السوشيال ميديا بيقلدوا اسماعيل ياسين، او بيقولوا او مش يقلدوه، يعني بيقولوا انهم بيقلدوه عشان هم قرايبه او عشان ولاده او عشان احفاده، تقولي لهم ايه؟ ما انا بقول يعني يا ريت يقولوا احنا بنحبه او بنعشقه كده اي حاجه يعني، لكن قرايبه بلاش يعني، بلاش عشان قرايبه معروفين وموجودين، بلاش يعني نكذب. هو ما فيش غير ساره وسلمى وانا واولادي، مش حد تاني يعني. بالظبط. وكمان ساره وسلمى يا حبايبي ما شافوهوش يعني، هما بيسمعوا من ياسين ومني. ايوه. فما يجي بقى شويه عيال يقولوا انا حفيده وانا ما حفيدته وانا بتاع، بتضايق جدا يعني. اكيد لما ياسين اسماعيل ياسين توفى حسيتي ان اخوكي توفى؟ طبعا طبعا. لا اخويا يعني توفى في نفس اخويا اكتر من شقيقي عادل. والله. لان انا ما عشتش مع شقيقي عادل قد ما عشت مع ياسين. واتوفى عند نفس السن ياسين، 59 سنة بالظبط زي بابا ما توفى، 59 سنة. وتوفى بإيه ياسين؟ لا كان تعبان، عنده جاله كانسر وجاله حاجات بس نفس العمر بالظبط، قعد سنتين تعبان يعني. لا بابا اسماعيل مات فجأة، معيش يعني. بابا اسماعيل جه من اسكندرية، كان واخد اخويا عادل معاه العشرة ايام دول، ويوم ما رجع يوم ما توفى بالليل في البيت، ويومها قال لي انا هموت النهارده بجد، اقسم بالله. ازاي؟ وقعدنا نعيط انا وهو، يعني ايه تموت وليه بتقول كده؟ هو انت فيك ايه؟ ده نقرس، عمر النقرس ما بيموت يعني. هو كان رجليه وجعاه يعني؟ عنده نقرس في رجليه وكعينه وكده. كنت على طول بدعكهم له يعني، ما عندوش حاجه تموت يعني. فقال لك انا هموت النهارده؟ قال لي انا هموت. هو كان عايز يكتبني باسمه. فقال لك انا هموت النهارده؟ هو كان عايز يكتبني باسمه، بس شرعا حرام، ما ينفعش. قالوا التبني حرام شرعا. فقال لي يعني انا مش عارف اما اموت هتعملي ايه يعني، مش الورث يعني. كان عايز يعمل لي شقه في العماره تبقى باسمي يعني، على اساس ان انا لو احتجت اعيش فيها يعني. فقال لي انا ضيعتك وكده، وقعدنا نعيط بقى احنا الاثنين. تعرفتي على بهجت قمر في السن ده ازاي؟ لا بهجت قمر كان اوريدي صاحب بابا اسماعيل وبيجي لنا البيت، وطلبني منه كذا مره وهو يرفض. كان فرق السن قد ايه؟ عشان 20 سنه. 20 سنه يا دوب يعني. كتير. هل اتجوزت؟ لكن هو كان بيحبه يعني، بابا اسماعيل كان بيحب بهجت. مش كان بيرفض عشان فرق السن؟ مش رفضه، عشان هو مش حبه، عشان فرق السن. عشان فرق السن بس. هل اتجوزك عشان شاف ان انت هتقعدي لوحدك، ولا هو بتقولي كان بيحبك من قبليها؟ لا، من قبل ما يموت بابا اسماعيل بسنتين. يعني احنا رجعنا من لبنان سنه 70، انا شفته في عيد ميلاد سهير رمزي 2 مارس سنه 70. كان هو موجود مع، كان مخطوبه لابراهيم خان تقريبا وقتها، فهو شافني اتعلق بقى بيا، بقى يجي لنا البيت مع مره حلمي بكر مع عبد الوهاب محمد كده يعني، فتصاحبه قوي وبقى على طول شبه يوميا عندنا. وطنط سهير، طنط درية أحمد، مامة سهير رمزي، وعندنا بقى ناس كتير يعني، سواء من الوسط أو برا الوسط. أنا مرة أعرف إن درية أحمد مامة سهير رمزي. مامة سهير رمزي طبعا. بجد والله. أنا بقول لك أنت علامة. لا ده أنا أقول لك على كتير يعني. اسألي بس أنت وأنا أجاوب. طب قولي لي اشمعنى بقى الرغبة دي ما نفذتيهاش للآخر؟ يعني أنت بتقولي التمثيل. لأن هو كان بيحبه، هو موضوع السن بس اللي كان مضايقه. أوكي. وبعدين بابا كان بيرفض أي عريس، مش بهجت قمر بس. أيوه. يعني أنا جاني عرسان بالهبل. صغيرة قوي أصلاً. يقول لهم دي عيلة صغيرة، كان شكلي أكبر من سني. وكنت دايماً أحب أصاحب الأكبر مني. فكان بهجت قمر حتى يقول لي أنت سن يعني عقلك وتفكيرك أكبر من سنك. عشان كده اي حد بيفتكرني اكبر من سن. فكان بيجي لي عرسان كتير وانا في لبنان، وكنت لسه 12 و13 سنه. وكان برضو بيرفض طبعا، يقول لهم لا دي عيله صغيره يعني. فانت احساسك ان هو ما كانش رافض الشخص؟ هو لا لا لا، هو كان بيحبه جدا. لو ما كانش بيحبه ما كنتش هتجوزه. هو بس فرق السن، فمش مشكله فرق السن. ايامها بقى طنط درية قالت لي خدي اللي بيحبك واللي شريكي يعني. ونعيمة الصغير، ناس كتير قوي هم قعدوا يقنعوني بباجت قمر يعني. نعيمة الصغيرة. شفتي ناس كتير قوي. كتير.
وزينة صدقي كانت تيجي لنا البيت و... عبد الحليم بقى طنط تحية كاريوكا وطنط مها صبري سلحوه على عبد الحليم في الآخر خالص. هو كان متخانق مع عبد الحليم؟ السنة الأخيرة. أنا معرفش إنه كان متخانق مع عبد الحليم. كانوا متخانقين قاعدين 13 سنة ما بيتكلموش بعض عشان كده ما مثلوش مع بعض. ليه كانوا متخانقين ليه؟ عشان في مرة هو دايما كان بيحضر أعياد ميلاد ياسين في العمارة القديمة اللي هي ملك بابا إسماعيل. فكان في أعياد الميلاد بيجي، في مرة بقى ما جاش وبعت الهدية مع السواق. فبابا بقى كبرت في دماغه. اعتبرها إهانة. كلمه بقى ورجع الهدية مع السواق، قال له أنت بتبعت لي هدية وأنا مستني هدية. وقعد 13 وأنا بعزمك عشان تجيب لي هدية. وقعد 13 سنة بيكلموش. 13 سنة بيكلموش بعض وما بيشتغلوش مع بعض. ما بيهزرش يعني. لا لا لا. خالص. شخصية. وعفيف النفس جدا. طب مين اللي صالحهم على بعض بقى؟ طنط تحية كاريوكا وطنط بها صبري. صالحهم ازاي تفتكري؟ فجأة الجرس ضرب. عندكم في البيت يعني؟ الباب كانت عندنا شغالة كده، بتفتح الباب لقيت عبد الحليم وقعت صوت أغمى عليها. حتى بابا اتغاظ قوي، قال لها يا بنت الكلب ما انا على طول قدامك ما بتقعديش أغمى عليكي ليه؟ يعني عبد الحليم حافظ راح لغاية اسماعيل ياسين طبعا جنب البيت اللي هو الأخراني ده اللي اتوفى فيه، ومدام تحية كاريوكا و كانوا قاعدين بقى مستنيين بقى أما يجي عبد الحليم. هما متفقين مع عبد الحليم بس ما قالوش لبابا حاجه خالص. ايه الفرق بين الزمن ده والزمن دلوقتي؟ لا لا فرق ايه ده؟ ايه ده؟ ايه السؤال ده؟ انا بقعد اقول لعيالي احنا في زمن المسخ. ايه انت عارفه ليه بقول لك كده؟ عشان انا متهيألي ان انا لو كنت عايشه في الزمن ده وكل اللي حاصل لي بقى. انا بقعد اقول لاولادي كده، يعني انا مش عارفه اعيش في الزمن ده بصراحه خالص. صعبه، ناس تانية. معلش انا اسفه، انا صوتي بايظه خالص. ناس تانية واخلاق تانية وحاجات كده خالص، وبيساعدوا بعض ويقفوا جنب بعض ويشيلوا بعض. لا كان في شياكه. في شياكه ورقي كده جدا، يعني اكيد اللي باين في الافلام ده اكيد كان موجود في المجتمع، صح؟ طبعا طبعا، احنا اتعلمنا من افلامهم كمان، يعني كل الاجيال دي اتربت على افلامهم. لا يعني الناس اللي كانت بتظهر في الافلام ويبقى شيك قوي ويقولوا نهارك سعيد والحاجات دي، ده كان بجد؟ لا هي نهارك سعيد دي ما كانتش على ايامي قوي، كانت قبل مني يعني. قبليكي. الملك بقى وبتاع يعني. لكن كنت صغيره برضه. صغيره طبعا. لا قصدي يعني عشتي برضه. كان في احترام. كان في احترام قوي. وسليمان بينجيب. اسمه سليمان بينجيب، بس كان بابا اسماعيل لما يندهله يقول له يا سليمان. وسليمان بيقول له يا اسماعيل بيه. والله والله العظيم. يعني شوفي قد ايه كانوا شيك. طبعا جدا، يعني يقولوا لبعض سليمان يا سليمان بيه يا اسماعيل بيه كده يعني. وعشتي حروب طبعا، يعني عشتي 67 عشتي. عشناها، بس انا رحنا لبنان بقى. قعدنا 3 سنين في لبنان. كنت انت متجوزه ساعتها؟ لا لا، انا ما اتجوزتش الا بعد بابا ما مات. رحتي لبنان مع اسماعيل ياسين؟ معاه طبعا. يعني اسماعيل ياسين ساعه ما كان في حرب في مصر هو كان قاعد في لبنان. بعد، لا بعد 67 كل الممثلين معظمهم طلع على لبنان. والله مش في شغل خالص عشان يشتغلوا. مش في شغل خالص. فكل الشغل كان في لبنان. فريد بقى ورشدي واسماعيل ياسين كله بقى طلع على لبنان. لا جدودي كانوا زي جدودكم ولا ابن ياسين زي ولادكم، لا جدودي كانوا زي جدودكم ولا ابن ياسين زي ولادكم، ده انا حاجة هاي معرفش ازاي وحياه ما موادكم، لا جدودي كانوا زي جدودكم. خالتي ولا الرجالة حاجة الفوق والناس ما أمل، أيوة صحيح كانت غسالة لكن في بيوت البلد من الصبحية للظهرية قاعدة بترغي وياه تمر، يحكي عليها شفت ايديها رايحة وجاية طشت غسلهم، خالتي اهو وروني خالات ولا جدودي كانوا زي جدودهم.
متعلق على كل محافظة. مقدرش انكر كان نشال لكن كان من عيلة محافظة. ايده تسبده تخش بجبده ولا تطلع غير بالموعود. ما يدققش ولا يطمعش والجودة تكون بالموجود. جدي اهو وروني جددا كل جدودي كانوا زي جدودهم. هي بيرفع وزرا وينزلهم برضه بصبعه. ما يقعدش غير ويا الكبرى حاجة بدمه وشيء من طبعه. شغلة خطيرة وظيفة كبيرة حاجة مهولة او يا منشير. كان في صباعه السر بتاعه حضرته عامل في اسانسير. عمي اهو عقبال عائلات كل جدودي كانوا زي جدودكم. لا جدودي كانوا زي جدودكم ولا ابن ياسين زي ولادكم. لا جدودي كانوا زي جدودكم ولا ابن ياسين زي ولادكم. ده انا حاجة هاي معرفش ازاي وحيات ما موتكوا. لا جدودي كانوا زي جدودكم. فريد شوقي يعني مش فريد الأطرش. فريد شوقي يعني معظم الممثلين المصريين الكبار طلعوا لبنان عشان يشتغلوا. بقول لك انا عايز بعدين اشتغل كويس هناك. اللي بيقول لك راح وفلس ورجع بفلس، لا ده اشتغل كويس جدا ورجع معاه عربيه اخر موديل. عشان معلش بس الله يرحمه حلمي بكر قال لك كان معاه 127، لا ده كان معاه مرسيدس 69 جايبها معاه سنة 70 من لبنان وكانت خضرة. يعني هو يمكن عشان بتقولي ان هو لما كبر الشغل قل شوية فممكن يكونوا متخيلين ان هو ما سابش ثروة. يعني ما سابش ثروة وهو اصلا ما كانش عنده ثروة وما كانش عنده املاك. هو كان مصرف جدا لدرجة البذخ والتبذير يعني اللي بيقولوا عليه برضه بخيل. لا كانوا بيقولوا عليه بخيل. ده كان مبذر بدليل ان هو ما عملش ثروة. لسه هقول لك هو لو بخيل كان مات عنده فلوس. هي العماره اللي عملها والضرايب حجزت على تلات ارباعها وبعد ما توفى العماره اتباعت وخدت الضرايب جزء. كان عليه ضرايب من شغله يعني؟ كان عليه ضرايب ما كانش بيدفع ضرايب. كانوا قلاويين قوي يعني عارفه انت الناس دي ما بتحسبهاش. ولا بيفكروا في بكره ولا شايل هم بكره. طبعا انا عايزه دلوقتي استنصحوا كلهم بيعملوا بقى مطاعم وبيعملوا مش عارف ايه وبيعملوا ايه عشان بيأمنوا نفسهم. عشان لما يقعدوا يأمنوا نفسهم. هي انا متهيألي ان الجيل ده اتعلم من الاجيال اللي فات حاجات كتير، منها الناس اللي كانت مضربه عن الجواز، منها الناس اللي ما خلفتش، منها الناس اللي ما عملتش مشاريع. دلوقتي الممثل بيخلي باله انه لازم يتجوز ولازم يخلف وما يضيعش على نفسه حاجه عشان الفن. بالظبط. لان في الاخر بيلاقي ان يستاهل بس ما يعني هيخسر لو ما عاش الحاجات التانية. يعني دوام الحال من المحال. بالظبط. انا مش عارفه انا المفروض اقعد معاكي حلقات وحلقات لانك موسوعه يعني، بس انا عايزه الناس تتفرج على اللقاء ده على السوشيال ميديا. لا بس انا يعني انا كل اللي يهمني للتاريخ يعني. يعني حكايه ان هو ضيع فلوسه على القمار. قولي لنا ايه بقى الحاجات اللي هي اتقالت عليه فعلا بتضايقك لما بتسمعيها وهي مش حقيقيه؟ يعني زي موضوع ان ضيع فلوسه وثروته على القمار. ما كانش بيلعب قمار خالص طبعا. بعدين هو كان فاضي. هو يمكن عشان مشهد الكازينو او صاله القمار بيطلع كتير في افلام زمان
فيقول لك ان معظم الفنانين كانوا بيلعبوا قمار. لا انا ما اعرفش مين ابن حلال طلع عليه الكلمه دي وبقت تتنقل بقى من مواقع لمواقع. لكن ده ما كانش حقيقي. لا طبعا خالص ما كانش بيلعب قمار خالص. يعني احنا بكتير نقعد نلعب مع بعض بسرة كون كان في البيت يعني مع ده بعض. اي حد ايه تاني متقال؟ كان متقال عليه بخيل. اتقال عليه بخيل طبعا، دي انا رديت عليها وقلت يعني واحد بيعمل عزايم لمعظم فنانين مصر. عزوز وجروبي واكل بالهبل وناس بالهبل في البيت. فين يعني فين ده؟ كان بقول لك مصرف بتبذير، كان هو ولا ماما فوزيه. هو كفايه يعني. انه ربى بنت صح قريبته لكن مش بنته، مش بنته، واعتبرها بنته وما قصرش معاها خالص. انا لما كنت بعمل عمليه اللعور مثلا وام البنج لقيت بيعيط جنبي بجد. انا عندي كارت هنا يا بنتي حبيبتي جابوا درافنا وقعونا احنا الاثنين مش عارف ايه، وابوك اسمعي في الاخر يعني. ليه كان هو تعبان هو كمان؟ هو كان تعبان عادي برد، بس انا عملت عمليه بقى. فكان كاتب لي الكارت ده يعني ببوكيه. عندك كارت؟ طبعا عندي حاجات ليه بخط ايده كتير. طب اديها لنا نشوف. وعندي صور وعندي حاجات كتير. دي عايزه حلقات بقى. انا بقول لك احنا عايزين لازم سلسله حلقات فعلا. انا بشكرك جدا ومبسوطه. معلش من غير مقاطعه، الكلام اللي قاله حلمي بكر برضه الله يرحمه، انا كلمت حلمي وقلت له ما تتكلمش عن بابا اسماعيل تاني خالص. قال لي ليه ومش ليه انت ناسيه؟ قلت له لا انا مش ناسيه خالص، انت اللي ناسي. مفيش حاجه اسمها مات على ايدك، مفيش حاجه اسمها انت وديته بتاعه بتوديه بعربيتك عشان هو ما عندوش عربيه، ده جايب عربيه اخر موديل مرسيدس. ما حصلش ان هو مات على ايده يعني؟ مات على ايد انا. انا حكي لحلمي اللي حصل. فهو قال لك بقى مات على ايدي، ورحت لقيت باب الشقه مفتوح مفيش فيها حد غير ميرفت، وكان واقع على الارض ومطلع رغاوي دخلته على السرير. كل ده ما حصلش موجودة. كل ده ما حصلش وما كانش موجود اصلا. يوم ما توفى بابا اسماعيل اللي كان موجود مدحت السباعي الله يرحمه كان بيذاكر مع ياسين، واثنين اصدقائنا طنط ليلي وانكل ملاك دول اصدقاء عمر يعني، وكنا نازلين رايحين نادي الصيد يعني. بابا اسماعيل رجع من السفر النهارده الدور بالليل، كنا رايحين نادي الصيد يوم الثلاث. لولا فاكره انه يوم الثلاث. كان يوم ثلاث لانه توفى بدايه الاربعاء 12 ونص بالليل. من 12 ونص الواحدة إلا ربع كان خلص. ولع نور البيت كله قبل ما يموت، وقلت له إيه ده أنت بتولع نور البيت كله؟ ده يعني ده حدث ما بيعملهاش يعني. ليش معنى؟ طبيعي ما بيحبش يولع أنوار البيت إلا لو في حد قاعد يعني. ليه الكهرباء بتاعت البيت كلها تبقى ولع يعني؟ فلقيته مولع البيت كله. بقول له إيه ده أنت بتولع البيت كله ليه؟ قال لي يلا هو أنا هدفع حاجة. ده اليوم اللي قال لي الصبح فيه انه هيموت، مفيش 10 دقايق بعديها مات بعد ما ولع البيت كله. قال لي ماما فوزيه تجيب له زبادي وتعمل له لموناته حاجه كده، وكان اونكل ملاك وطنط ليلي قاعدين في الليفنج بيتفرجوا على التلفزيون، واحنا كنا هنروح نادي الصيد بس ما رحناش بقى، والحمد لله ان احنا ما رحناش عشان ما كانش يموت في الشارع. هيموت بقى في العربيه في الشارع بتاع. فقال لي افتحي باب الشقه انا عايز هوا. فتحت له باب الشقه اللي هي الاخرانيه، الشقه الاخرانيه، وبرده الشقه الاخرانيه بيقولوا انها فقيره وبتاع، دي كانت 8 اوض 7 وهول كبير مش ريسبشن، مش في ريسبشن، كان في حاجه اسمها هول حاجه هو يعني، فما كانتش فقيره هي. نص المستوى اللي كنا عايشين فيه بس مش فقيره يعني. عشان الشغل قل يعني؟ احنا ما هو علشان الضرايب حجزت على العماره، فرحنا بقى ليفل هي حجزت على العماره وهو عايش. وهو عايش طبعا. طب ممكن تكون الحاجات دي اللي زعلته. ما هي دي زعلته وجاله شلل فيها كام يوم. بجد؟ شل ايه رجليه؟ لا العصب السابع. بس الحمد لله خف بسرعه يعني كام يوم كده. فدي اثرت عليه طبعا. بعنا الفيلا اللي كنا قاعدين فيها اللي هي في العماره الخامس وسادس دور، دول كانوا فيلا دوبلكس كبيره في الزمالك. في الزمالك دي اللي هي عمارته.
اللي هي عمارة اسماعيل ياسين مكتوب عليها يافطته لغاية النهارده. ايوه عمارة اسماعيل ياسين. يعدي السنين ولسه فاكره ان يوم التلات. كان يوم التلات ولسه فاكره انك كنت رايحه نادي الصيد. كنا رايحين نادي الصيد. وانت كان عندك 16 سنه يعني نقول ده مش هكبرك لان نقول ده من اكتر من 40 سنه. لا 40 سنه ايه؟ 52 سنه. انا مش عايزه اقول ما اقولش سنك. لا يعني. انا كده كده بقول سني عادي. انا قربت على 70 خلاص يعني اكتر من 50 سنه. 55 سنة. 52 سنة بالظبط. فاكرة ان يوم التلات. يوم التلات. وفاكرة انك كنت رايحة نادي الصيد. وغريبة قوي حكاية ولعوا كل النور دي. النور كله اهو. ودي مش عطر. لا وفي حاجة غريبة هو لما جه الساعة 1 الدور وطلب ايس كريم كان ياسين خاطب نجوى بنت مها صبري. نزلت انا وياسين ونجوى انا كنت لابسة فستان اسود. يا. اللي هم بتوع الايس كريم في سليمان باشا. كانوا اصحابهم يعني اصحاب نجوى بيقولوا لها هو كان عيان لان مرفت كانت لابسه فستان اسود. كنت محضره لا ده بالصدفه كده ما كانش مقصود يعني. اللحظه اللي توفى فيها حسيتي بايه؟ إيه عارفه اما اقرب انسان يعني بعد الشر عليكي طبعا اقرب انسان ليا إيه بيموت انا ما اعرفش ان ده بيموت. انا ما اعرفش ده ايه يعني واحد بيطلع رغاوي وقال انا قلت لك قال لي افتحي الباب وعايز اقعد قدام الباب في عندنا شزلونج. قال لك افتحي الباب عايز شويه هوا. في عندنا فوتيه كده تحت الصوره دي قدام باب الشقه على طول الصوره دي في فوتيه تحتيها فقال لي افتحي باب الشقه انا هقعد هنا فبقول له طيب اقعد على الفوتيه قال لي لا عايز اقعد على الارض فبنزله يقعد على الارض وبسنده فقال لي نايميني على دراعك والله العظيم زي ما بقول لك كده وباب الشقه مفتوح فبنايمه على دراعي واحده واحده كده لقيته بيبص لي وراح مطلع رغاوي وخلاص يعني انا اللي قفلت عينيه. ما عرفتي ساعتها انه توفى مع انه كان عندك 16 سنه؟ ما عرفتش انا رحت حطها وجريت على جارتنا صيدليه هي كل ده وماما فوزيه في المطبخ وممكن ملاك وطنط ليلي موجودين عندنا جوه قاعدين. الموضوع اللي انا بقوله لك ده ما حصلش في 10 دقايق يعني اقل من 10 دقايق. جريتي على الصيدليه عملتي ايه بقى؟ مش الصيدليه هي هم صيدلانيه ساكنين في وشنا. اوكي. فجريت خبطت عليها قلت لها تعالي يا طنط الحي بابا تعبان. فجت بسرعه جابت شنطتها وبتكشف عليه قالت لي ده متوفي مرفت. يا ماما يا ماما قعدت اندى بقى واصرخ وعيطت انا مش مصدقه ما عيطتش قعدت اصرخ بس وانده لهم. مش متخيلة ومش مصدقة ومش مستوعبة يعني فاهمة؟ لا مش ممكن يعني. المهم ممكن ما ياسين ومدحت كانوا جري وراحوا يشوفوا دكتور قريب مننا يعني. وممكن ملاك بقى قام راح يشوف فكهان يشيل معاه بابا اسماعيل من على الارض يدخله على سريره جوه ودخله على سريره. فدي من ضمن الحاجات اللي حلمي بقى برغم من كنت اتجوزتي بعديها على طول كان بيبقى في وقت بيجي بيوحشك؟ يوحشني؟ انا سهير رمزي ودتني المستشفى يومها ركبوا لي جلوكوز وكده لاني كنت ضايعه. والله ما عيطتش بس كنت ضايعه لان لقيت البيت فجاه بقى سواد وهو مقفول في اوضه عليه وحاجات كده وخلاص يعني مفيش بابا اسماعيل بقى مفيش فلا كان صعب قوي كان يوم صعب عشان كده بقول لك انا فاكره التفاصيل وما اقدرش انساه خالص فلما حلمي بكر اتكلم الكلام ده قلت له ليه بتتكلم كده وليه ما بتتكلمش ما بتجيبش سيرته تاني خالص فعلا قعد قبل ما يموت يمكن سنتين ثلاثه ما بيجيبش سيرته الله يرحمه الله يرحمهم كلهم بالظبط انا بشكرك جدا ومبسوطه قوي قوي ان انا عملت اللقاء ده وزي ما بقول لحضرتك انت قيمه يعني مش عارفه حتى اقدمك على انك مين لانك حاجات كتير قوي ربنا وان شاء الله نتقابل في لقاءات اكتر بكتير انا اقعد اذاكر كده شويه لان انا يعني مش محضره نفسي لكل المفاجآت دي يعني انا كل اللي انا اعرفه ان اسماعيل ياسين كان بيربي بنت في ولا اعرف كل الحاجات دي ولا اعرف ان حضرتك والده ايمن بهجت قمر اساسا فلو اعرف ده قبل ما اجي كنت قعدت بقى عملت سلسله حلقات وحلقات كويس انك ما عرفتيش انا بشكرك جدا ومستقبل باللقاء ده ونتقابل ان شاء الله انا الاسعد والله انا مبسوطه ان انا بتكلم عنه وبحكي حاجات حقيقيه عنه
وبنصحح المعلومات. هو هيفضل عايش معانا طبعا طبعا، بس بيصعب عليا لما بيتقال عليه حاجه مش فيا، بيصعب عليا قوي. اسماعيل ياسين هيفضل ان هو مش قادر يرد، فيعني ارحموه بقى يعني هو اتظلم في حياته كفايه، ما يتظلمش كمان بعد ما مات. متهيالي ان يعني مهما اتقالت اقاويل سلبيه هيفضل اسماعيل ياسين هو مصدر البهجه والابتسامه. يعني واحد ميت بقاله 52 سنه وعايش لغايه النهارده، الناس بتحبه، اجيال واجيال ما تعرفوش. ليه بتقولي اتظلم وهو عايش؟ لا طبعا، لما يلاقي كل حاجته اتمسحت ويلاقي قاعد في البيت ويعرف انه يعني الدوله بتطلع ناس تانيه حجز عليه وبتاع، واتحجز على حاجته وحجز على مرته، بس ما كانش في غيرها يعني. يعني بيقولوا كان عنده فيلا وعنده مش عارف ايه وعنده يعني عنده حاجات كتير. لا ما كانش عنده حاجه خالص، هي العماره بس اللي كانت ملكه يعني. بس كان عنده فن وكان عنده تاريخ كبير، وانا شايفه ان هو كان غني جدا عنده جدا. عنده محبه الناس للنهارده بعد وفاته ب 52 سنه بالظبط. دي ايه ده؟ بالظبط يعني ان حاجه تعيش 50 سنه بعد وفاته ولسه الناس تقعد تترحم عليه ويقولوا بنحبه، بيقعدوا اطفالهم يتفرجوا في امان. عمره ما عمل حاجه خارجه، نفس خارج بوسه والكلام ده ما فيش. زي ما اسماعيل ياسين ده هيفضل عايش. وبعدين عايز اقول لك برده معلش ان هو ما كانش بيعمل حاجات خارجه مش عشان ماما فوزيه، ده من قبل ما يتجوز ماما فوزيه ب 10 12 او 15 سنه وهو موجود في السينما. من حاجه و30 ماما فوزيه اتجوزها في اواخر الاربعينات. وياسين اتولد، ده كان مبدأه من الاول يعني. ده مبدأه مش عشان مراته بتغيره والكلام الفارغ اللي كانوا بيقولوه اللي بيطلعوا يقولوه يعني. شكرا. واسماعيل ياسين هيفضل عايش معانا طول الوقت يا رب. وان شاء الله اللقاء ده يبقى من الحاجات اللي تعيش وتصلح حاجات كتير قوي اتقالت عليه باذن الله يا رب.
ما اعرفش تابعتيها ولا الاسبوع اللي فات، بس احنا ظهر معانا مش عارفه اقول انسه ولا مدام ولا ايه، بتقول انها حفيده اسماعيل ياسين. وطبعا انا الاعداد جه قال لي معانا حفيده اسماعيل ياسين، فطبعا انا يعني ما عنديش 1% مراجعه، ان مفيش حد هيدعي ان هو حفيد اسماعيل ياسين ليه يعني، عشان ايه؟ المهم ظهرت معانا على الهوا وكانت بتعمل معانا زوم، بتقول ان هي في امريكا، وكل ما اجي اسالها اقول لها وشفتي جدك ولا لا، او باباكي اتوفى وامتى، طب جدك اتوفى وباباكي عنده كام سنه، تقول الو الو الو، وكان ايه السكه اتقطعت. لما عملت كده 3 مرات، اول ما يعني عملت ان الموضوع بيتقفل وكده، شاورت لهم ايه لا لا، وفي الفاصل قلت لهم دي مش حفيده اسماعيل ياسين. اولا انا بالنسبه لي يعني عندك تعليق على ان حد بيدعي ده؟ بصي، هو دي حصلت كتير، بس انا وساره يعني ماني مش بنبقى قاعدين فاضيين الصراحه للسوشيال ميديا ان احنا نقعد نرد ونعلق كده. ليه اشمعنى يعني بيدعوا ان هم؟ عشان ترند، لان اسماعيل ياسين ستيل لغايه النهارده سيرته عايشه وستيل هو اسماعيل ياسين، فطبعا اي حد بيجي عايز يبقى ترند. انت عارفه هي عندها يعني مواصفات ساعدتها على هذا الترند انها كوبي. بصي، هو انا اصلا شبهه صراحه ما شفتش الحلقه، بس لما حصل بقى ان انا كنت هطلع النهارده معاكي يعني، فانا عملت سيرش على يوتيوب لما اتقلي، فانا بصراحه ضحكت يعني، وانت كنت بتضحكي على فكره. فيعني هو، وبعدين هي فكره ان هي جدها اسماعيل ياسين، ايه علاقته بان احنا بنعمل تون صوتنا كده وان هي بتتكلم كده؟ يعني ده دلاله على ان هي جدها اسماعيل ياسين، مش عارفه. بس انا عارفه ان انت او اختك كان حد فيكم بيقلده برضه. كنت وانا صغيره يعني. صح؟ يعني صغيره. وبعدين ابتديت تتكسفي بعد كده؟ اكيد. لا، قصدي اقول ان طبيعي لو انا جدي مثلا علي الكسار او اسماعيل ياسين او شكوكو او كده، اللي هم ليهم لازمات خالده مع الناس، اكيد ممكن لما يطلب منها. لكن هي كانت بتعلي في الحلقه بتثبت لي. ايوه. انت مش لا، هي بقى كل ما تعمل كده انا شك جدا ان مش ممكن تكون. انا اصلا يعني كان معمول سبليت سكرين كده، فكنت شايفاكي اللي هو بتضحكي يعني. انا بضحك لان انا ادركت ان في فاهمة ان، بس بصي شكيت شويه عشان شبهه قوي. اوكي، يعني نفس البق. عايز على فكره في ناس كتير بتطلع تقلد جدي، وشفت كذا حد بيغني وفيهم شبه على فكره، وبيبقوا قريبين شويه في التقليد يعني. ماشي، عنده تالنت بيعرف يقلد. انت ما حضرتيهوش طبعا، لان انا اللي عارفاه ان بابا حضرتك اتوفى، قصدي جد حضرتك اتوفى وباباكي صغير، صح؟ مظبوط. كان عنده كام سنه؟ بابا كان عنده تقريبا 23 سنه. هو عمل معاه يعني، حتى بابا مثل معاه اخر فيلم كان كامل جدي، وكان تاليف بابا يعني. بابا كان الكاتب، وكان بطولته هو وبابا، اللي هو اسمه 500,000 جنيه. ايوه، فده كان. وبعدها عمل فيلم تاني بس ما كملش، اسماعيل ياسين. 23 سنة، هو باباك يتجوز عنده كام سنة؟ لا، بابا اتجوز مرتين قبل ماما. اوكي. وفي ولاد؟ لا لا لا. وعلى فكرة باي ذا واي، يعني من بمناسبة الناس اللي بتكذب يعني بتجوز. بالظبط. فعايزة اقول لك ان بابا لما توفى احنا جالنا مكالمة تليفون حلوة جدا، اللي هو احنا ولاد ياسين وعايزين الورث بتاعنا. وده حقيقي؟ وده طلع حقيقي؟ لا طبعا ما طلعش حقيقي يعني، هما يعني اوكي بقى من هيس في الهيصه يعني. بس انت في انت عارفه في ناس كتير لما بتتوفى هو اصلا هم كمان يا حرام مش عارفين، مفيش ورث اصلا. فاللي هو يعني هم فاهمين غلط. فكان بالنسبه لي اللي هو ايه ده، واحنا اصلا ما تهزناش لحظه يعني، مش اللي هو اتخضينا بقى ولا انا بابا. اسماعيل ياسين ما سابش حاجه لياسين اسماعيل ياسين؟ انا بتكلم على فلوس طبعا. هو ساب له طبعا تاريخ. بصي، هو بالظبط انا لسه كنت هقول لك، هو هو كفايه اسمه اللي هو سابه له وسابه لنا. طبعا يعني انا اصلا بقولك هيفضل خالد يعني. فلوس لا يعني، ما تسابش فلوس اللي هو ثروه وكده يعني لا. وبالتالي باباكي برضو ما سابش فلوس. بابا برضو لا ما سابش فلوس.
عشان كان ايه؟ كان بيهتم بالفن قوي. بصي بابا كان بيشتغل زي ما انت عارفه مخرج وسيناريست. بابا كان من النوع اللي هو مش بيعيش عيشه اللي هو النهارده احنا نشيل شويه. وبابا كان من النوع اللي هو بجد النهارده في فلوس احنا بنخرج ونتبسط ونسافر ونقعد الصيف كله في اوتيل ومعيشنا عيشه حلوه جدا. لو الشغل قليل شويه ممكن نقعد عادي 3 ايام بناكل فول يعني عادي جدا. معودكم ان انتوا يعني تتكيف في الوقت الحلو حلو وهنتبسط اكتر حاجه جدا. في الوقت الظروف فيه مش كويسه احنا متعودين انه تمام احنا تمام. ليه بابا اصلا كان بصي بابا كان بيشتغل كويس قوي لغايه اوائل التسعينات عامل حاجه و30 فيلم حاجات اخراجه وحاجات كتير هو كاتبها. بس بعد التسعينات بدا بقى اتجه لفكره المسلسلات والسبوعيات وسهرات التلفزيونيه ودي حاجات كتير معروفه ودي حاجات يعني علامه زي عدل ينتقم تحت التهديد في حاجات اللي هو زي بصمات فوق الماء وعدل ينتقم دي من افلام الرعب اللي لغايه دلوقتي ناس كتير لما تتفرج عليها تقول لك ايه ده احنا بنخاف. دي حقيقه. ما بحبوش الفيلم ده. فعايزه اقول لك هو ليه بصماته في التلفزيون. بس بابا عشان كان من النوع اللي هو بتاع بيته قوي واللي هو الحياه بالنسبه له ماما وسلمى وساره فكان مش ليه جروبنج قوي بره وجروبس ونخرج ونسهر ونعمل فما كانش. طب عمره حكى لك عن جدك؟ قال لك اي حاجه على طول؟ ايه بقى؟ بصي بابا يعني اول حاجه عايزه اعرفها هل هو كان بيتكلم كده في حياته الطبيعيه؟ بالطريقه دي؟ لا خالص. لا بصي اصل في ناس يعني عايزه اقول لك مثلا محمد سعد هو بيعمل ليمبي طبعا مش بيتكلم كده لكن لما تقعدي مع محمد سعد في حته من يعني أوكي. من كلامه. هل اسماعيل ياسين او الفنان اسماعيل ياسين في افلامه لغته او طريقه كلامه او كده مشابهه؟ لا بصي اللي انا عارفاه من بابا اللي هو كان هو دايما بابا كان حريص جدا ان هو دايما يحكي لنا عنه وعن تفاصيلهم في البيت ويعني طول الوقت ويفرجنا على افلامه. كان بيقول لكم ايه بقى؟ يعني بصي مبدئيا كان بيقول لنا هو شخصيه جد جدا في البيت كانوا بيقولوا بس دمه خفيف قوي بس كان عصبي. وبعدين بابا كان بالنسبه له متدلع قوي يعني متدلع قوي ساعه هو ابنه الوحيد. هو ابنه الوحيد ساعه الدلع يدلعه قوي وساعه الجد لا بيربي بقى ستريكت وبياخد اكشنز. ما قالكيش ليه جاب ولد واحد؟ هم حاولوا بعد كده ليتر اون يخلفوا كده بس ما عرفوش. ما كانش قرار. هو بعد كده بقى طنط ميرفت يعني تبناها ويعني اخدها وكده. فاللي حصل ان بس يعني بابا بالنسبه له بقى اللي هو كان هو يعني بابا اللي كان بيقوله لنا ان هو كان مثقف قوي كان عنده مكتبه كبيره جدا فيها كتب قرايه وبيحب الكتابه وكان بيثقف نفسه طول الوقت. قال لنا برضو ان هو كان يعني برضو دمه خفيف جدا جدا. ليه؟ طب طنط ميرفت كانت يعني بنته بالتبني وكنتوا بتعتبروها عمتكم. يعني بعتبرها عمتي وهو يعني بصي انا ما اعرفش ديتيلز قوي في الموضوع ده بس انا عارفه ان هو ان هي اتربت مع بابا وكبرت معاه وعارفه ان هي كانت متعلقه بيه جدا جدا جدا. يعني ده وجدك كان بيحبها؟ بيحبها جدا. كان بيحبها جدا جدا. طيب قولي لي غير انه كان جد وكان عصبي ايه تاني؟ نعم انا بقول لك هو كان كوميديان قوي يعني مسخره ضحك برضو كان عامل لبابا ملاهي في البيت اللي هو زي تحسيها اندر جراوند كده في الفيلا بتاعتهم اللي كانت في الزمالك. وكان يعني احنا عندنا صور كتير قوي هو بقى شايل بابا في الملاهي دي حاطه على كتفه وحاطط التيتينه في بقه وهو شايل بابا. ما تدينا الصور دي. هجيبها لك. وعايزه اقول لك مثلا كان مثلا عيد ميلاد بابا بيتقفل له شارع الزمالك ده كله يجيب بقى ناس غنى وعايز يعني هو عامل له يعني. جيت اعمل له مونولوج اصلا اسمه بيقول لك يعني لا جدودي كانوا زي جدودكم ولا ابني ياسين كان زي ولادكم. بجد والله؟ والله مونولوج معروف على فكره. عايزين ندور عليه ده بس هيبقى ليه كوبي رايت. فلا بس احنا عندنا مونولوجات كتير قوي ليه يعني. طب عندك المونولوج ده تديهولنا؟ هشوفه لك. ايه تاني؟ فكرة انك طلعتي بقى حفيدة اسماعيل ياسين هل كنت في المدرسة في صحابك في كده ده معروف؟ بصي يعني كان معروف. تمشي تقولي يعني؟ لا بصي انا لا جات لي فترة في زمن حقبة من الزمن كده اللي هو كان عندي 7-8 سنين
لما كنت بتقلديه صح؟ كنت بقلده بس يعني كنت بقلده في يعني كنت بطلع مع بابا في برامج واحنا صغيرين كنت بقلده وانا صغيره بس هو بجد 7-8 سنين بعد كده خلاص نسينا الموضوع ده خالص وعملنا مع عشان ما اقولهاش قلديه وعملنا مع بابا مسلسل حتى من الحاجات يعني لما تقولي بابا كان بيحكي لكم لا بابا عمل زي مسلسل تلفزيوني منه انترفيوز ومسلسل زي تخليد لذكراه ونتكلم فيه زي الفنانه تحيه كاريوكا الفنانه سعاد مكاوي يعني قعدنا عملنا فنانه زهره العلا عارفه حاجات كلها تسجيليه وانا واختي اللي كنا بنمثل فيه. مين كان صحابه في الوسط؟ يعني انا عارفه ان هو كان عنده اصحاب كتير بره الوسط وجوه الوسط بقى كان استاذ فاطين عبد الوهاب المخرج ابو سعود الابياري اللي هو انت عارفه هو كان بيكتب له كل مسرحياته. فلو موضوع المدرسه بقى يعني في الاول مش عارفه مفيش حد يعرف المسرحيات دي قوي لانها ما اتصورتش. لا المسرحيات هو اوريدي كان في 61 او 62 مسرحيه كل اللي متواجد منهم دلوقتي فصلين بس من مسرحيه واحده وبقيه المسرحيات كلها اتسجل عليها ماتشات كوره. احلفي. اه والله. ده مين اللي عمل كده؟ اللي عمل كده بيروح حد مسؤول في التلفزيون. واكيد مش بنقول اسامي. اتسجل عليها ماتشات كوره؟ حاولوا يجيبوا حتى من جريمة. كانوا بيقولوا في حاجات في فرنسا وحاولوا يجمعوا الحاجه بس ما عرفوش. سواء يعني اسماعيل ياسين اصلا كان اقرب من الفرنسا. لو دلوقتي في مسرحيات لاسماعيل ياسين دي تعمل تبقى ترند السنين. طبعا يعني. وهي كانت اقرب ليه قوي يعني هي وسلسله الافلام اللي كانت باسمه. بصي اي حد بيقف على المسرح او ممثل مسرح دي بتبقى احب حاجه ليه مهما مثل اي حاجه ثانيه. طيب قولي لي فكره ما فكرتوش خالص تطلعوا ممثلات صح ولا انت ولا اختك؟ بصي هقول لك على حاجه انا كنت بفكر في فتره من الزمن يعني ان انا امثل يعني لو رحت دلوقتي المخرج قلت له انا حفيده اسماعيل ياسين هتبقى واسطه شويه. بس يعني انا مش هعمل كده بس انا يعني انا فكرت امثل بس مش دلوقتي يعني لو كنت فكرت ليتر وانا امثل كنت هعمل يعني تست فاهمه اللي هو تمثيل بامانه يعني بس انا اصلا انا مثلت مع بابا كان عندي 15 سنه. اوكي. مامتي كانت المخرج المنفذ فحطيت لي اول مشهد ثلاث ورقات او اربع ورقات فانا حسيت وكان صعيدي فانا حسيت ان انا اتعقدت فلا ماما جابت لي ابتدت لي بالصعب يعني ابتدت لي بالصعب ولهجه صعيدي فكان الموضوع بالنسبه لي لا لان حسيت ان هو صعب فحسيت ان انا لا ما قدرتش. انت والدتك موجوده؟ موجوده بس مامتي دلوقتي مريضه. يعني اخر هي كانت بتشتغل وجالها ستروك ف يعني خلاص قعدت في البيت. عندها كم سنه؟ ماما عندها دلوقتي 65 67. كان الفرق بينهم جامد ولا 9 سنين بينها وبين بابا. هو مات صغير؟ بابا مات 59 وجدي مات 59 هما الاثنين اتجوزوا مرتين وعمروا مع الثالثه وهما الاثنين خلفوا من الثالثه. ازاي مات 59 وهي يعني بابا توفى بقاله كتير بابا توفى وانا عندي 22 سنه يعني. اوكي. بابا هي متوفي بقاله كتير. طيب قولي لي بقى جدتك اللي هي مرات اسماعيل ياسين دي ما شفتيهاش برضه؟ لا ما شفتهاش. واتوفت برضه وهو في سن كام؟ لا اتوفت ومامتي حامل في اختي. هي اختك الكبيره؟ اختي لا اكبر مني بسنتين. قصدي يعني ما شافتش احفادها يعني؟ لا ما شافتهمش بس يعني كانت عارفه ماما. شافت ماما وكانت عارفاها بس هي ما كانتش يعني في الاواخر خالص كانت مريضه فما كانتش مستوعبه. الفرق بين جدك وجدتك كانوا قد ايه؟ لا مش عارفه. مش عارفه. مش فاكره. 11 سنه. طيب انت ما فكرتيش خالص تعملي اي حاجه تحيي بيها يعني عايشه في حكايه ياسين اسماعيل ياسين واسماعيل ياسين وكده ولا لا خلاص القصه انتهت بالنسبه لك؟ بصي والله احنا بالنسبه لنا يعني بابا كان كين قوي يعلمنا واحنا صغيرين ان اي انترفيو هيجي يتكلم عن جدي او عنه او كده ان احنا نطلع ونتكلم ونحيي ذكرى جدي يعني. لكن احنا ما دخلناش الوسط كتمثيل يعني احنا انا زي ما قلت انا كنت هدخل فحصل كده وبعدين لما فكرت ادخل تاني جيت اتعرفت على بابا واولادي واتجوزنا فهو ما كانش عنده اوبشن ان انا امثل. واتحجبتي ما كنتيش هو اللي حجبني بجد والله؟ مع ان هو مخرج صح؟ هو بروديوسر. بروديوسر هو حجبك. بس فما كانش يعني بس انا مش محجبه من زمان قوي يعني من 3 سنين كده 4. فما كانش عندي الاوبشن ان انا اصلا لا انا اصلا كنت بشتغل كمان بروديوسر في الميديا وحتى هو قعدني في البيت. انفصلتوا دلوقتي؟ يعني مش لازم المعلومه دي
لا انا بتكلم على الشغل اللي هترجع. ممكن ترجع. انا لا مش هرجع ميديا عشان انا عندي ولدين. انا ببقى الموضوع بالنسبه لي ان انا اوفق ان انا اسيبهم انه بياخد وقت كتير يعني قصدك. طيب لو قلنا كده عايزاكي في الاخر كده توجهي رساله لاي حد بيزعم وبيعمل ترندات وبيعمل مشاهدات و و و على السوشيال ميديا ويقول انا حفيد اسماعيل ياسين، تقولي له ايه؟ يعني هقول له اوكي، يعني الناس كلها متهيألي عندها يعني الذكاء دلوقتي ان هم وانس ان هم اصلا كتبوا على اليوتيوب احفاد اسماعيل ياسين، ف وانا واختي اللي هنطلع هيبقوا فاهمين كويس قوي ان هو مش حفيده. والناس دلوقتي بقت فاهمه ان كل الناس خلاص بتعمل اي حاجه عشان ترند وتلم فولورز. مش هنزحل شخصيه حد تاني، دي جريمه. والله يعني مش هتسجن يعني بتحصل. وانا بالنسبه لي اوكي يعني خد الترند خلاص اتبسط يعني، بس هو في الاخر مش حاجه تحصل يعني. انا مش هقف ارد عليه، لان هقول لك على حاجه يعني كذا حاجه حصلت في الفترات اللي فاتت واشاعات وحاجات ساعات مش صح والكلام بيتقال مش كويس، واللي بيحصل ان الناس هي اللي بترد يعني. انا عايزك الناس من حبها في اسماعيل ياسين بترد على كل الحاجات دي يعني، زي ما احنا هنرد عليها بالحلقه دي بالظبط. انا بشكرك وبتمنى لك التوفيق ويا بختك يعني انت جدك اسماعيل ياسين. برعاية. قولي بقى انت، انا شفتك قبل كده ولا انت اول مرة تيجي؟ انا اول مرة اجي. بس انا مش عارفة ليه حاسة اني شفتك.
او شفت صورك؟ طب يمكن جابوا لي صورك قبل كده بس ما كنتش كده. انت خسيت قد ايه؟ يعني يعتبر كده انا كنت 15 يعتبر 15 كيلو خسيته. بس فارقين قوي فارقين قوي في الشكل صح؟ في وشي وجسمي برضه ومن عند بطني هنا تمام. يعني فرقوا معايا كتير. خسيتهم في قد ايه بقى؟ يعني شهرين كده. طيب قولي ايه اللي خلاك تقبل اصلا ان انت عايز تخس؟ هو عشان يعني بالنسبه لموهبتي فعشان صوتي والنفس. قولي ايه موهبتك بقى؟ هو انا بنشد انشد بنشدني يعني. ها فكنت مش عارف تنشد يعني بسبب برضو يعني كنت عايز اخس اكتر عشان النفس. علي صوتك بقى انت منشد. عشان النفس واللبس برضو والمظهر. هو انت بتنشديني بايه؟ بفطران ولا ب... هو انا كنت في الكورال بتاع الاوبرا كورال اطفال الاوبرا فكنت بطلع بنطلون كلاسيك اسمر والقميص ابيض والبيبيون. كان في بقى في بط يعني كان بس راح خالص اهي. تمام دلوقتي. لسه بكمل برضو كمان. عايز تخس كمان قد ايه؟ يعني عاوز انزل كده مثلا 68 كيلو. انا دلوقتي كام؟ انا دلوقتي كده يعني 76. كنت 91. كنت واحد يا كتير قوي. انت عندك كام سنه؟ 16. كتير واحد وانت مليان من وانت صغير خالص. هو انا كنت الاول برضو كنت مليان يعني كنت رفيع وانا صغير جدا. يعني كنت رفيع قوي ولما كبرت جسمي ملى شويه. بس خسيت بقى يعني كنت حاجه و60 ونزلت ل 45 كيلو بس ما ثبتش ما كملتش في التثبيت. ده مع نفس الفريق الطبي ولا لا؟ كنت ما كنتش لسه عرفت الفريق الطبي. يعني تخنتهم بقى تاني. يعني تخنت ما هو ده العيب بقى. تخنتهم تاني بقى دايما كنت اقول ان الميزه في الفريق الطبي ده ان ممكن اي حد يخسسك يقول لك كل 3 ايام موز كل 3 ايام زبادي اعمل مش عارفه ايه لكن ان انت تثبت وما تخنهمش تاني هي دي اهم حاجه. ما اهم حاجه في التثبيت يعني. بالظبط. انت دلوقتي في شهرين خسيت 15 كيلو من 91 بقيت 76 وبكمل لسه. انت عايز تبقى كام؟ 68 كيلو ان شاء الله. يعني كمان 9 كيلو. مش معنى 68 ليه مش 65؟ يعني عادي ممكن 65 او 68. انت طولك قد ايه؟ انا طولي تقريبا كده 100 و 166. ده يبقى المفروض تبقى مثلا 65 يعني. ف 65 من يعني 10 كيلو يبقى كويس قوي. وبعدين 15 كيلو راحوا في شهرين يعني 10 كيلو شهرين كمان وخلاص والقصه تنتهي عشان تبقى نجمه بقى. وقربت خلاص يعني. طب هتسمعنا حاجه؟ تمام ماشي. نفس بقى تمام دلوقتي صح؟ هيتحسن شويه اكيد. يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك. يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك أرجو رضاك وأحتمي بحماك. والله يا خير الخلائق إن لي والله يا خير الخلائق إن لي إن لي وبحق جاهك إنني بك مغرم وبحق جاهك إنني
عليك والله. بس النفس فعلا مهم تصدق؟ اكيد يعني العرب الطويله دي وكده بتبقى محتاجه النفس اطول وال يعني برضو عشان بس هو في تمرينات نفس اصلا بغض النظر صح؟ في تعملها صح؟ ايوه تمام. بنعمل تمرين نفس ونثبت النفس لمده كام ثانيه كده ونطلعه بالراحه يعني. انا مبسوطه ان اول مره يبقى معانا ضيف كان السبب في ان هو عايز يخس ان موهبته بتتاثر بالتخن بسبب التخن. ان هو عنده 16 سنه وشايف ان نفسه متاثر بالتخن. على فكره منتهى الوعي يعني. مبسوطه منك جدا ويعني برضه عشان وعشان برضه الايه المظهر وانا طالعه على المسرح او مثلا المقابلات وكده فبتبقى فرقه في المظهري وكمان هو عشان بظهر كتير يعني في اللقاءات مثلا او في التلفزيون او في او مثلا بسجل حاجه يعني. مثلا على المسرح في حفله ولا حاجه فبتفرق معايا في المظهر طبعا. وبعدين من غير الحفله ومن غير موهبتك كده عشان نفسك عشان صحتي برضه صحتك يعني اكيد انت مبسوط اكتر دلوقتي اكيد طبعا صح يعني بقى عندك اكيد ثقه في نفسك اكتر اكيد وانت بتطلع على المسرح وانت مليان ما كنتش تبقى مبسوط ما كنتش بحب كده الصراحه صح وكمان اللبس يعني كنت باخد كان فرق في ورشه اللبس كانوا بياخدوا مقاسي فكنت اجي مثلا يعني بعد مثلا حفلتين ولا حاجه وما بين كل حفله وحفله شهر تتخن فكنت مثلا امله فالاقي البنطلون يعني ما دخلش يعني علي بس يبقى ماسك يعني بضايق جامد. ده اللي انا بقوله ان دايما يقول لك ايه انا 75 انا كويس ماشي يا عم بس انت الشهر الجاي مش تبقى 75 اكيد والشهر اللي بعديه شفت قال لك ايه قال لك بين الحفله والحفله شهر كانوا بييجوا يعملوا لي اللبس يعدي الشهر الحفله اللي بعديها البنطلون مش داخل يعني البنطلون القميص مثلا يكون ضيق البنطلون او القميص يكون ضيق يعني بتبقى فارقه معايا كتير قوي في حكايه الشكل والمظهر وكده. انت بتضحك دلوقتي بس انا متاكده ان انت كنت متضايق جدا اكيد طبعا صح اكيد بس كنت يعني بداري بقى يعني ما كنتش بظهر قدام الناس يعني ببقى عادي خب يعني كويسه بس فرق خياله بقى لما حد يبقى عنده موهبه ويطلع على المسرح عايز يستخبى عشان الناس ما تشوفوش ويقيس البنطلون قبل الحفله فيلاقي البنطلون مش داخل وكل ده ممكن اكون انا بحكيه لكم دلوقتي انتوا فاهمين انه عادي وهو تلاقيه كان بيأثر فيه نفسيا جدا. فدلوقتي هو بطل واتجه الى الفريق الطبي وخس 15 كيلو في شهرين والقصه اتحلت كل الزعل ده راح وبقينا اكيد بنقف على المسرح بثقه والبنطلون ما بيتغيرش وكانت بتفرق برضو في الطقم اللي كنت بجيبها بغير فيها برضو يعني كنت اجيب الطقم من هنا البسه مثلا يعني البسه مثلا حوالي فتره كده والاقيه كمان ايه يعني ده. بعد الفتره دي على اجيب غيره واركن تاني. تعرف ده معناه انك 91 دي كانت هتبقى 100 وال100 كانت هتبقى 110 لحقت نفسي صح وال110 هتبقى 120 وكنا هندخل في متاهه ارقام انت لسه عندك خلص. 16 سنه يعني ممكن يعني على ما ان شاء الله كنت تبقى 25 سنه كنت ممكن تدخل في 120 و130 كيلو الحمد لله يعني لحقت نفسي على طول يعني مش معنى ان الواحد صغير او ان هو ما كبرش او عدى 18 ان نسكت لا لانه ممكن يفضل كده ويتحول لشاب بعد كده يعني مكتئب ما هو فعلا كان موجود الاكتئاب فعلا بس يعني الحمد لله يعني ربنا رفع البلاء يعني كنت بقول احسن ايه يعني لما الدكتوره كنت مع الدكتوره صفا فلما قالت لي الاول مشينا على نظام يعني وكده فجه المره الثانيه يعني اللي هو كان برضو كنت واخد ام في دي برضو كده بس يعني ما كنتش حابب الموضوع قوي لاني ما كانش عندي اراده خالص الصراحه لان عملت كنت كتير بتجوع برضو لا يعني يعني نفس يعني المعده معدتي يعني كانت صغيره مع الوقت واسعه كانت واسعه فكنت كان نفسي ان انا عشان اكل بس دلوقتي يعني الحمد لله يعني اي حاجه بقت اكلها دلوقتي ما بقتش زي الاول خلاص بقيت تشبع بقى يعني اللي هو اكل مثلا ايه يعني اقول ده انا هاكل وهاكل وما اعرفش ايه اكل انا نفسي خلاص مع الميه طبعا في الحر وفي الصيف بس انت ما اتحرمتش بحاجه في لا لا في الطبي خالص ولا اي حاجه كل حاجه صح باكل كل حاجه تمام يعني الناس دي شاطره طبعا بجد طبعا والله أكيد. مش بيضحكوا علينا يعني لا والله لا بجد طيب انا مبسوطه ان انا شفتك جدا وبنصح كل واحد فعلا انت اسمك ايه محمد
لا قلنا اسمه محمد بقى. محمد مصطفى النجم محمد مصطفى شايف ان هو نفسه متأثر وهو نجم في الأوبرا فراح خس وان شاء الله هيخس اكتر وهيجي لنا تاني لما يبقى 65 مش 68 اكيد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. وهنشوفه حاجه تانية خالص وشوفوا حاجات صغيره قوي الواحد ممكن يعيشها بتاثر فيه ازاي بتاثر في الواحد يعني. اه محدش يسكت ابدا 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 على ابنه لو حتى لسه صغير او عنده 16 سنه او 17 سنه والفريق الطبي متخصص جدا في السن ده ان شاء الله كل الشحم يروح في وقت قريب. اشوفك تاني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. حاسه كده الاسترتشات ابتدت تطلع والالوان في الصيف. ايوه ليكي وحشه والله. وانت كمان يا استاذه ريهام وخسه ومحلوه وابتدت بقى اللبس يتغير يعني الاول كانت بتسيكي في حاجات طويله وابتدت دلوقتي استرتشات شويه الوان وبتاع مستمره. اه طبعا مستمره انا وعدتك وهفاجئ الناس ما كلها. ما تقصرتيش بالعنب وال بالعكس ده الصيف سدد نفسي جدا يعني الحر بيخليني اه مع النظام مع الدنيا انا حاسه ان ده فرصه جامده قوي قوي يعني النهارده انا طالعه اقول لهم يا جماعه ده الصيف ده نعمه كبيره قوي يعني عايزين تلحقوا تخسوا هو ده الوقت بصراحه يعني غير جوع الشتاء والشهيه المفتوحه والكلام اللي بيحصل فيه يعني والمناعه اللي بتقل والعيا النهارده بصراحه نفسي اتكلم على الصيف. الصيف نعمه كبيره جدا جدا في الرجيم بيسد نفسي يعني انت لوحدك بتبقي اصلا مش قادره تاكلي وحاجه تانية تبقى بتساعد حاجات بسيطه تبصي تلاقي نفسك عملتي سكور عالي بسرعه عينات بقى في الحرق زي الغده زي المراره. جات لي واحده مريضه مراره كانت شغاله معايا في الشتاء انا مش عايزه اقول لك في الصيف دلوقتي كميه النزول اللي بتنزله عجيبه يعني مثلا في الشتاء 4-3 كيلو مثلا بالعافيه في 20 يوم دلوقتي اصلا ممكن تعملهم سكور في اسبوع من غير ما اقول لها حاجه من غير ما عملتش معاها اي حاجه. فبصراحه النهارده لازم كل الناس تاخد الموقف في الصيف بالذات. طيب الفريق الطبي بقى احنا عشنا معاك وقت طويل قوي و40 كيلو و50 كيلو و60 كيلو و70 كيلو وناس كتير قوي عشان كده بتقلدكم بتسرق فيديوهاتنا. هفضل اقول برضو بتسرق فيديوهاتنا عشان الناس دي تفوقت على نفسها في انها وعملت سمعه جامده قوي في انها بتخسس الناس وما بيرجعش الوزن ودي حاجه مهمه جدا. أوه. ان سهل قوي الواحد يخس اديكي 3 ايام زبادي في 4 ايام موز فمش عارفه ايه في ايه في ايه في ايه وخسسك 5 6 7 كيلو وتنزليهم كلهم ميه واضحك عليكي ومع اول حاجه فيها ووتر ريتنشن او تخزين ميه او تكليلك مخللتين ترجعي ترجعي على طول. اه هما لا هما بتخسس ال 50 كيلو بيفضلوا 50 كيلو سنتين وثلاثه واربعه. النهارده الفريق الطبي في الصيف لو حد بيتفرج علينا دلوقتي ننصحه ونقول له هو هيسافر مصيف وهيبقى فيه اكل وخروج أيوة. وشرب وكده أيوة. هتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ هننجح نجاح رهيب. الحراره عاليه قوي يا استاذه ريهام مشروبات وعصاير ده التارجت الاولاني ممكن بقى لو اكيد بياكل ايس كريم طب العصاير فيها سكر ما فيش مشكله ما ده اللي انا بعمله انا بحرق السكر يعني ما عنديش مشكله خالص فيه ما عندكيش مشكله ايوه المشكله بقى لما بيبقى الجو مثلا ساقع قوي وانت اصلا برده مكثف الاكلات الدسمه قوي مش المسكره قوي يعني السكريات بالنسبه لي النهارده في الصيف ولو فواكه والحاجات دي اعتمادوا الكلي عليها ده بيكسر ال 20 كيلو اه طبعا بسهوله جدا يعني هي بتقول لك ان كل ما بتاخد سكريات هي تقدر تخسسك اكتر ايوه بالظبط لكن هي بتبقى مشكلتها في الحاجات الدسمه اللي كده كده ما بيبقاش لينا نفس فيها في الصيف ايوه بالظبط كده رز بقى ومكرونات وبيتزا وسخنه وايه الكلام العالي ده بس لو ايفن اف ان الوجبات شكلها كده انت بتلاقي الكميات قلت جامد جاي انا بقول لك اهو لا انا متهيألي ان التجربه مقبله على العصاير والايس كريم وكده اكتر بتجربه ما بتعرفش تكملي في حاجه غلط في الفود نويز بقى الرغي بتاع الودان في الدماغ ده انت هتتفرج عليكي دلوقتي يقول لك ايه الستتين اللي اي كلام اللي قاعدين يقولوا اي كلام ده احنا بناكل في اي وقت في اي لحظه في اي جو في اي طب ما ايه المشكله ماشي بس في اي حاجه طب جربوا اللي انا جربته وشوفوا اللي انا بقوله ده صح ولا لا جربي كمان احساس الخسسان جربي تكلمي الفريق الطبي في الوقت ده اللي بتصيفي فيه او ما بتصيفيش فيه او الدنيا حر وشوفي انت على بدايه الشتاء اللي هو شهرين ثلاثه هتبقي عامله ازاي هتخسي كل اللي عندك حتى لو انت 200 كيلو والدهون بتاعه الحبوب الشباب لفتره الصيف تلاقي الواحده جايه لك اول لوكش اول ما بتشوفيها تلاقي اويلي فيس والبشره تعبانه والشمس مبهدلاها وحر بقى
بص لقيت بعد ما خسرت 5 6 كيلو بقت بريادمه ثانيه. يعني سكين ثيرابي رهيب. الرجيم والدايت حاجه نعمه بكل المقاييس. انا مش عارفه صحيح ايه حكايه ان الواحد يقول لك ايه ده انت هتخسي وشك هيبقى تعبان. لا، كل الناس اللي بتخس وشها بيحلو وبيبقى نضر اكتر، بيندر والحبوب لان بيبقى اللغد ده بيروح حقيقي، والليش المتراهل اللي كله شحوم بيتشد بالظبط. و فعلا صحيه يا استاذه ريهام. يعني في حاجات بتبوظ الكولاجين، بتعمل لك زي الاوزمبيك فيس، زي حاجات اصلا بتسحب الحاجات السهله والصعبه. الاوزمبيك فيس دي بتتكلم على الحقن اللي اسمها اوزمبيك، بتبوظ الكولاجين الخفيف. بتسحب جامد قوي. احنا مالناش دعوه قوي بالخفيف اوريدي، الحاجات العنيده القديمه، وخصوصا كمان انت بتاكلي. يعني طب ما بيقول لك طب ما انت بتخسسي 15 كيلو في شهرين، ما ده بسرعه قوي. ماشي، بس دون عنيده وقديمه، واحنا عايزين بسرعه قوي، مش عايزين وحش، مش عايزين نقعد 6 شهور في 15 كيلو. ايه يعني اقعد نص عمري بخس 30 كيلو 20 كيلو؟ انا ليه؟ ايه اللي حصل؟ انت بتبقي برضو يعني حاطه في دماغك انك مش عايزه المريض يزهق، صح؟ انت عارفه الاوزمبيك او الانواع دي من الحقن او السيرابي ده بيخسس قد ايه، معدلاته قد ايه؟ يعني اكبر حاجه فيهم ممكن تخسس على مدار يعني 4-5 شهور 30 كيلو. دي ما بتحصلش معايا، ده ممكن اخسسهم في شهرين. فلما انا المده طالت وكمان وشي باظ، يعني انت فاهمه يعني المده طالت والعدد قليل في الشهر، وكمان وشي بقى محتاج ان انا اعمل له بناء وشكل جديد، ما احنا ما عندناش الكلام ده تماما. دلوقتي انا عايزه الناس اللي في الصعيد، اللي في الشرقيه، اللي في الغربيه، اللي في المنصوره، اللي في الدهليه، ما يعرفوش اي حاجه عن الاوزمبيك. حلو، بس لازم في ناس. خلاص، الناس دي الكتيره قوي دي اللي بشوف لغايه دلوقتي ستات كتير، انجح ناس معايا، ناس الغلابه، ستات مثلا وبتبقى مقتدره وكل حاجه ولابسه ذهب كتير ومش عارفه ايه وبتاع، اقعد اقول طب هي معاها فلوس مثلا ليه مش بتخس؟ ليه هي خسية محتاجة فلوس؟ اقول لهم لا، هو الواحد لما بيبقى يعني مقتدر شوية بيبقى ما عندوش الضغط بتاع انه يعني انا بحس ساعات كتير قوي، انا مثلا نفسي كنت لما بيبقى عندي مشاكل كتير قوي ما ببقاش فايقة تاكلي، اني لا العكس وتاكلي ناقص فيتامين د، مش عارفه اي حاجه عني يعني. لا لا مش فايقه تاكلي، انا فايقه اكل طول الوقت. انا قصدي مثلا لما لا مش من زمان، لا الناس اللي بتشوفنا دلوقتي اللي هي عندها ضغوط حياه كتير لكن بحطها مية في الاكل. انا لما بتضايق اكل، انا لما بزعل باكل. انا كمان وسط الضغوط اللي انا فيها دي هحرم نفسي من الاكل. ايوه خلاص. فالناس لما بيبقى مقتدره شويه بيبقى ضغط عدم الامكانيات وكده مش عندها، اقول هي ليه مش بتخس؟ عشان تعرف تلبس، وعشان تعرف تخرج، وعشان تعرف تسافر، وعشان تعرف شغل. حتى الناس البسيطة اللي بتشوفني دلوقتي، انت بتحطي همك في الأكل، بس انت برضو بتاعي. أيوة. يعني انت النهاردة همك هيبقى على صحتك بعد كده. أنا فاهمك، انت عايزة تقول لنا ان احنا لما بنبقى بنتطفس قوي بسبب الحالة النفسية المزاجية، دي انت مش بتاخدي بالك انك بتضري نفسك في الاخر. انت هتزعلي اكتر بعد كده، هتزعلي اكتر في الاخر، وبرضه هتبقي من غير بقى نفسية ولا صحة. ولا صحة بالظبط. بس هم فعلا 90% من الناس بتتحرك لما بيحصل كرايسيس، ما يحصل الحقيقة ما يحصل مصيبة. تقول لي انا رايحة اغير مفصل، انا كنت ببقى متخانقة مع جوزي، انا عندي مشاكل عقلية على طول، طول النهار بينكد عليا، بصي بحط غلي في الاكل. الكلام ده بسمعه كتير جدا. تلاقي نفسها مثلا بعد سنه سنتين من زياده الوزن المفاجئ العنيف اللي بيحصل، هتغير مفصل، هتشيل عمليه، هتشيل المراره من الحصوات اللي كانت على الحركرك، ولما زادت قوي في الوزن خلاص المراره تعبت، تلاقي في مشكله جامده قوي، تبتدي بقى ايه تتجه. فانا بنقول من الناس من دلوقتي ان انت اصلا ممكن يعني تختصري الطريق ده كله بحاجات عاديه جدا جدا. يا انا قصدي اقول ايه، ان ايا كان مستواكي المادي ايه، كبير او صغير، بسيطه او معاكي فلوس او او، في الاخر انت اغلى حاجه عندك صحتك. صحه بالظبط. وهتستمتعي بحياتك اكتر طول ما صحتك كويسه. يعني خلينا ناخد مثال للولد اللي كان معانا دلوقتي اللي عنده 16 سنه. ايوه. في ناس كتير قوي ما عندهاش الوعي بتاع ان انا ابني يبقى عنده 16 سنه يقول لك سيبيه هيفرد. تسمعي الحكايه دي؟ ايوه. هيطول. ايوه. هيعمل مش فايق. ماشي، دي حقيقه. تمام. بس انا عمري ما شفت حد كان تخين اوبيس، يعني اللي هو وزنه فوق قوي، لما فرد بقى كويس. لا، ممكن جسمه يتعدل،
بس ما بيبقاش مليان او مريض سمنه وبيتحول لحد رفيع، بيبقى عنده مقاومه انسولين كائنه، بيبقى عنده نقص فيتامين د، بيبقى مش زي طبعا اللي نشأ طول الوقت وزنه وفيتاميناته متزنه. حلو، يعني دلوقتي لو حد عنده طفل عنده 15 سنه او 16 سنه ينقذه. اوكي لازم ينقذه طبعا، ينقذه لانه هيوصل لايه؟ هيوصل لانه لو ما انقذوش هو حتى لو خس لما يكبر بقى في ترهلات شديده قوي في الجلد، هيبقى في ضعف ويكنس في العضلات، هيبقى في امبالانس على طول موجود في الفيتامينات، انت ما اديتلوش النشأه الاساسيه، المخازن اللي انت بنيتها عليه فيها خلل جامد قوي. السمنه مرض بيعمل التهابات في الجسم من جوه، معدلات ذكائه بتقل، مستوياته المذاكره يعني هقفل. لا يعني دلوقتي كل حاجه بتتغير. مصطفى اللي كان معانا بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا كنت بعمل انشاد ديني كان نفسي رايح خالص. ايوه شفتي؟ وكنت بطلع على المسرح في الاوبرا مكسوف عشان بنطلوني كان بيبقى ضيق. ويقول لك ايه؟ ودي حاجه مهمه جدا، من الشهر للشهر كان بتتغير الحفله. اجي اقيس البنطلون بتاع الشهر اللي قبليه الاقيه مش داخل، فيضطر يعمل لي بنطلون اوسع. ده معناه ايه؟ ده كلام خطير جدا. اه طبعا، ده معناه ان هو بيزيد في الوزن شهريا طبعا. متخيله؟ ايوه، مقاومه انسولين. وهو عنده كام كيلو؟ كان 91. أيوه. طب قولي لي بقى، لما احنا نكون عندنا ولد عنده 16 سنه بيزيد شهريا، يعني هو 91، الشهر اللي بعديه يبقى 92، الشهر اللي بعديه، يعني في السنه لو قلنا، بس هو اكتر من كده بكتير، بيدخل 12 كيلو، يعني على 25 سنه كان هيبقى كام كيلو؟ 150 مثلا، 150. يعني هذا الشاب اللي عنده 91 كيلو في سن 16 سنه على سن 25 سنه كان ممكن يوصل 150 او 160 كيلو. والشرايين والدهون، بتحب الدهون والشرايين، الاكل بتزيد يعني. فانتوا انقذتوا طبعا. عملتوا ايه بقى؟ احنا اتباع انظمه. لا اصل هو قال لي انكم كنتوا شاطرين في حاجه، ان هو برضو كان جرب قبل كده حاجات كتير. مش بس كده، انه برضو كان بيحس ان هو معدته كبيره، انه بياكل كتير. احنا عندنا ان انت هتاكل، مفيش حرمان، ده اساس عشان احافظ على وشك وبشرتك والعضلات. بس بيقول لك في الاول كانت معدتي كبيره، دلوقتي لا. ده في الاخر بقى لما يعني عمليه التكميم اللي هم بيعملوها دي، اللي ما اعرفش بيعملوها ازاي، الجراحه دي، الشهيه نفسها بتقل، حجم المعده انت بتريحها كل شويه، انت كل جرام كارب بيشد 3 ميه، فالمساحه اللي بتزي الرز وانت بتسلقيه، مش هو حبه صغننين كده بتسلقيه لهم فنشوا كده كل يوم في معدتك، برضو هم حبه قد كده هينفشوا قد كده. يعني انت شبعتي على كده في اول لقمه، بعد كده هو بتكبر بالتدريج. اما انا ابتدت الحاجات دي تتحرق، ما تقعدش فترات كبيره في المعده، المعده تفضل تصغر 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 تصغر، فده اللي بيحصل يعني نهايه شهر مثلا عليك. فانت بتعملي تكميم طبيعي 100%. وموضوع الشهيه، انت مش محروم من حاجه، مش عامل لك هيدك، مش عامل لك ان انت قلقان ان انت ناقصك شوكولاتاتك، ناقصك المكرونه اللي بتحبها، الموضوع ده بيأثر جامد، بيعمل وقف الحرق اصلا. اللي هو انت اكتئاب، انا هعمل دايت اكتئاب من غير اي حاجه، انا هعمل دايت ياه ده انا في اكله بحبها. لا هو في، انا عندي اصحابي لما اقول لهم ايه ده مالك، يقول لك اصل انا مكتئب اعمل دايت. اعمل دايت ايوه ايوه يعني مقترنه كلمه الاكتئاب بالدايت مع الفريق الطبي. لا العكس، ان انا بشوف الناس اللي عامله دايت سعيده جدا ومبسوطه جدا، تقول لك هكمل ايوه وهوصل. تلاقيه بعت لي الفيديوهات بتاعته كل ما يلبس طقم جديد في باين خصيته اسعيد ياه، وعايز كمل، حاسس انه عامل انجاز، انجاز وعايز يثبت وحافظ على ده ازاي طول حياتي لا الموضوع مختلف، حياته كلها بتتغير، كاريره يعني مستقبله، ثقته بنفسه، ده كفايه الثقه دي، كسره يعني الثقه دي والتنمر والحته بتاعت السيكولوجي دي بتبني شخصيه مختلفه تماما. فالام لو ما تبقى واعيه ان الولد وهو تخين انت بتحطميه دراسيا ونفسيا واختيارته لاسرته وكل حاجه، ده يعني المفروض الوعي ده يكون موجود ومنتشر دلوقتي، مش ابني تخين يبقى صحه، ده وعي فاشل بصراحه. يعني دلوقتي انت فيديوهاتك بتتسرق؟ وانا فيديوهاتي انت بتتسرق يا زريهم والله. وهحبسهم والله العظيم، هتشوف. انا متوكله عليه، الله عليكي. انا بس ما بحبش الاذيه فسكتة، فاهمه؟ سكتة عشان بيمسحوا الفيديوهات يعني. للمره ال 500,000 ما تاخدوش الفيديو ده غير من على شاشه هي او من على الصفحه. المشكله ان احنا بنوجه كلام للناس اللي بتشوف البرنامج بس، في ناس بقى ما بتشوفش البرنامج،
في ناس بتشوف الفيديو على الحته الثانيه السوشيال فيقول لك ايه ده انا اتعاملت مع فريق طبي وما خستش. اقول له يا عم انت جبت الفيديو من حته ثانيه, ابعتوا لي صفحتي مثلا. انا ما انا 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 شفت فريق وما خستش وما ردوش عليا وما اقول له انت مش بتتكلم على الصحيح نفس الناس, انت بتتكلم على نفس الدكتوره لان فيديوها اتسرق في حته ثانيه. ايوه بيقولي والله مش عارفه نعمل ايه. في مركز وفي هتعرفوا توصلوا لي, ما هي المشي الموضوع مش صعب كده للدرجات يعني. يا بتعرفوا توصلوا لنا في اعلان المركز. صح ايوه الفصل. المفروض تتواصلوا بدقه اكتر وتتحروا الدقه اكتر علشان صحتكم برضو يعني. انا بشوف برضو ان دي نقص شويه من ان انت متمعن تفصل توصل للطريقه الصح ازاي, انه اهمال منكم اهمال شويه. المفروض ان انا اعرف ده تبع استاذ ريهام بجد مسؤولين مسؤوليه عليها ولا لا, هقابل الدكتوره دي اللي بتقول ان في مركز وفي كلام ولا لا, الحاجات امنه ولا لا. ده شويه تحقيقات انت المفروض تكون تعملها. مش شفت اعلان وبتحب استاذ ريهام ماشي, العاطفه سابقاك وعايز والمصداقيه كل حاجه, بس برضو توخي الحذر مهم قوي قوي. بيستفيدوا جامد قوي استاذ ريهام, عاملين بلاوي الناس دي. تقومينيش بقى. ايوه طيب انا هخس انا كمان. ايه بقى اتخنت 5 كيلو بتوعك؟ لا انت شايفه انت تخنينه. لا انا تخنينه 5 6 6 7. الصيف بقى عليكي والمانجا. طب ناكل مانجا الاول؟ ما نزلتش لسه. طب ما احنا نتفق اهو, انا هسيبك فري حد المانجا. احنا نعمل قعده مانجا, قعده مانجا هنجيب صندوق مانجا بقى. كل ما خلصت الكرسي القديم ظبطت نفسي وعامل لك بالمانجا دي حركات فظيعه. عشان انا بالكريم شانتيه وبالمارينج وبالبطاطا وبال هتشوفي احلى دكتوره في حياتك. استنونا مع المانجا ان شاء الله. كلموا الفريق الطبي عشان كل يوم بيعدي من غير ما تستمتعوا بالنفس اللي داخل وخارج ده, والله يا حرام علينا, عشان دي نعمه من الله سبحانه وتعالى حقيقي فعلا. شكرا. ودي لي بقى اولا ايه الشياكه دي؟ والله العظيم انت والجرش في الطرحه وبتاع. والله العظيم ايه الحلاوه دي؟ لا والله ده حلاوه حضرتك. خصيتي قد ايه بقى؟ انا كنت 110 وبعدين الحمد لله بقيت 70 40 كيلو. كنت لسه هقول لك انت شكلك مش 110 يعني ما تجيبيش ال 110 خالص. لا والله يا استاذه ما انت اما تشوفي بقى العبايات والصور. انت جايبه العبايات معاكي؟ هاتي حاجه ثانيه خالص. هاتي اشوف. اتفضلي تعالي انا هقف. دي عبايتك وانت 110؟ دي اللي انا كنت بخرج بيها. اللي انت بتاعت الخروج بقى دي اوعى وشك صح؟ وفي اكتر في اوسع كمان. استنى بجد شوفي يا استاذه صدمه. منظر وحش قوي. طب تعالي اقفي جنبي. اوش يا رب يا حضرتك. مش هبين مش هبين بني ادم تاني. مش هبين بني ادم تاني. بصوا طالع عنها ازاي, شايفين قد ايه طالع عنها. استنى بص حضرتك هوريكي بقى اللي انا بلبسه دلوقتي كمان غير ده. ممكن اجيب بتاعه البيت. بصوا يا جماعه بتاعه البيت. بصوا بصوا دي بصوا دي وبصوا دي. هما نفس ما بحبش ابص لهم. تحبيهم يا استاذه؟ ما بحبهم. لا ما بحبهم ولا انا صراحة. ولا انا. شوفي حضرتك دي كمان دي بتاعه البيت. دي بتاعت البيت بقى. أول مرة في حياتي ألبس بيجامات في الشتاء. والله دي كانت بتخش بالعافية يا أستاذة ريهام. بص يا جماعة قد إيه؟ والله كانت بتخش بالعافية. حاجة فظيعة. بعت لك عشان تشوف. لو حضرتك عايزاني برضه ده بقى اللي بلبسه دلوقتي. حد يصدق الحجم ده هو اللي بلبسه؟ إيه ده؟ بص ده لبسها دلوقتي. تعالي أنت بقى البسي. امسكي ده جنبي كده. امسكي انتي جنبي ده. انت اسمك ايه؟ نادية. بصوا نادية دلوقتي ونادية قبل. ايه رأيك يا دو؟ ايه رأيك نادية قبل ونادية بعد. وشها لا سيبيه من غير ما تحطيه على جسمك عشان يشوف قليل ازاي. نادية قبل ونادية بعد يا جماعة. ربنا يبارك لهم والله بصراحة. بصوا ازاي كده حاجة تانية. لا انا نفسي مش مصدقة والله العظيم. ربنا يبارك لك يا استاذه. انا ما مصدقه ويبارك لحضرتك على فكره. ربنا يخليك. انت اتفرجتي عليا انا. انا من جمهورك. انا من ايام المحور يا استاذه بجد. والله العظيم. يعني انت اتفرجتي على فريق الطبي عندي انا بعشقك. ايوه
انا ما طمنتش الا لما حضرتك اتكلمت عنه. اه عشان كده بقول لكم انا بصدق ليه، ان كل اللي يجي يقول لي انا من جمهورك، مش مثلا هم جايبين لي حالات من حته تانية. لا 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 والله، من بس حال إيه من بس ايه يعني ايه راي حضرتك انت اهم إيه؟ حاجه الاول. والله العظيم انا رصاهم في ضرفه في الدولاب كده، انا ما بطقش ابص لهم، يعني ساما بعوز حاجه من الدولاب اخدها كده من اللبس اللي انا اشتريت كله جديد، باخدها واروح قافله الدولاب، مش عايزه ابص لهم. لا والله، والصور بتاعتي وانا مليانه مش عايزه ابص لهم. انا الحمد لله رب العالمين خفيت، انا كنت مريضه والله السمنه مرض. ايوه طبعا والله مرض، واكبر مرض حضرتك. انا من حلقاتك وانا بتابعك، فاكره حضرتك ايام ما جبت حلقه واحده تشيليها بونش، انا شفت نفسي في الموقف ده. الله يرحمها. ماتت؟ لا اله الا الله. منى؟ اه سامع حضرتك قلت ما في السرير جاي على لقينا من السرير ليها. لا انا بعشقك انت قلبي والله العظيم. وبشكر الدكتوره خلود بصراحه، هي اللي كانت بتتابع. اه ربنا يبارك لها بصراحه، تعبت معايا جامد. وبشكر الدكتوره صوفي. طب قولي لي انت ال 40 كيلو دول في قد ايه؟ في 3 شهور. لا والله في 3 شهور؟ والله يا استاذه الحمد لله. يعني اكتر من 10 كيلو في الشهر؟ ايوه، خسيت في اول شهر 15. انا ما كنتش مصدقه، عارفه حضرتك اللي بينجح في الثانويه العامه ويجيب النتيجه؟ اه في اول 15 دول والله اتصلت بالدكتوره وزنت نفسي مرتين عشان اصدق، قالت لي ان شاء الله اول اسبوع اول شهر اول شهر 15، كل شهر 15، الشهر الثاني 10، الشهر الثالث الحمد لله 15، 15 10 15 بقى من ال 40 كيلو، ولسه باذن الله عايز انزل 10 كمان، نفسي ابقى 60. برافو عليك. والله لا انا بحب انا كره المنظر ده، مش عايزاه، انا مش عايزه اشوفه تاني ومش عايزه ابقى كده تاني ابدا. طب وجوزك بيقول لك ايه؟ انا جوزي اصلا بشكره جدا جدا لان هو السبب والله العظيم بصراحه، ساعه ما شفت حضرتك والفريق الطبي بقول له، راح خلاني سكت يومين كده وراح جايبه لي هديه والله. وهو اللي طب قولي لي انت النهارده بتقولي انا 70 كيلو وعايزه ابقى 60 كيلو، انت فتحت نفسك على حياه صح؟ انا عشت من جديد، انا ما كنتش عايشه. والله ما كنت عايشه. بقول كده يقولي ده كلام انت؟ والله يا استاذه رهام ما كنت عايشه، وكذاب اللي يقول هو مليان عايش. لا مش عايش، مرض. انا كنت عشان امشي كده شويه من الريسبشن بتاع للمطبخ انهج. انا ما كنتش بقوم كده زي الناس الطبيعيه، لازم اسند على الارض عشان اعرف اقوم. بجد؟ والله العظيم جوزي معايا، انا كنت اصلا عايزه اشكره قدام الناس كلها. شكريه اهو قدامك 30 ساعه. لا ده الجندي المجهول بصراحه. طب انبسط من النتيجه ولا لا؟ قوي قوي. هو كان معايا، هو اللي كان بيقول لي خد العلاج. خدت كذا. طب انت هو رفيع ولا تخين؟ لا رفيع الحمد لله. الحمد لله. طيب قولي لي بقى، هو انت فضلتي كام سنه مليانه؟ انا اول 10 سنين كنت متجوزه رفيعه زي ما انا الحمد لله، فضلت زي ما انا ما شاء الله. يجي مثلا حضرتك كده قولي 15 سنه مليانه، يعني ازمه 20 سنه مليانه، يعني ازمه 20 سنه انتهت في 3 شهور. اتحلت في 3 شهور. طب هو ده اللي بقوله لكم يا جماعه، ان والله ما كنت مصدقه ان لما حد يبقى بقاله 20 سنه بيعاني من حاجه، من مكالمه تليفون واحده فات 3 شهور بقت بني ادمه ثانيه. انتوا عارفين 3 شهور ده تغمضوا عينكم وتفتحوا. والله ما حسيتش بيهم والله يا استاذه. ايوه طبعا ما حسيتش بيهم. ودلوقتي انا مبطله على فكره، بقالي دلوقتي سنه ونص الحمد لله. يعني انت كنت 110 كيلو بقيتي 70، وبقالك سنه ونص مبطله ما تخنتيش. والله ما تخنت. انا والله ما تخنت. والله ما تخنت. انا بخس. طب عايزين ايه يا جماعه اكتر من كده؟ واحده كانت 110 كيلو بقت 70 كيلو في 3 شهور، وقعدت سنه ونص وما تخنتش. يعني هي اخر مره اتعاملت معاهم كان من سنه ونص وما تخنتش. عايزين ايه اكتر من كده عشان تكلموا الفريق الطبي؟ مش فاهم والله يا استاذ ريم، اللي ما بيتصلش بالفريق الطبي ده
ويعمل زي ما اي انا واي حاله بتيجي قدام حضرتك. هو عارفه هو الخسران. انت عارفه هو خسران صحته. القرار اللي هي اللحظه اللي بيتكلموا فيها الفتاه دي، هو قرار فعلا. انا بحس انها قرار. ايوه، ان انا اتغير او ان انا اعيش او ان انا ابتدي من جديد. هي مكالمه التليفون ده هي القرار بصراحه، وهم بصراحه ربنا بيتولوكي بقى من ساعتها. خلاص انا كانت الدكتوره دايما معايا على التليفون، لو انا ما اتصلتش هي بتتصل بيا. عامله ايه يا ناديه؟ في حاجه تعباكي؟ في اقول لها والله يا دكتوره ما في حاجه الحمد لله. والدكتوره صافي. كلكم يا ناديه بصراحه. هاتي الزرقاء، الزرقاء اوسع من دي قوي. يا الزرقاء في البيت كنت بتحبي تبقي مرحراحه؟ والله كانت بتبقى ماسكه عليا يا استاذه. ماسكه عليكي؟ ماسكه عليا من كتر الشحم اللي فيها. دي كانت بتبقى ماسكه عليكي؟ والصور حضرتك لما تشوفيها برضو مش هتصدقي. فين الفستان بتاعي؟ اهو هيجي نصها. اتفضلي ماشي، نحط دي على دي. استنى نصها او ربعها كمان. لا نقول نصها. شوفي يا استاذه مش باينه، مش باينه والله. اه والله انا نفسي ما مصدقه. انا بقعد البس الدرسات دي. ناديه دلوقتي ده بقت ناديه، ده بقت ناديه اللي احنا رميناه. اه اللي احنا البني ادم اللي تخلصنا منه اهو. نص البني ادم المريض والله. نص والله يا استاذ المرض. المرض اللي انا خلصت منه. بص هي بقت كده وكل ده راح. اه بالظبط الحمد لله كل ده راح. مفيش مستحيل والله. لا 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 مفيش مستحيل ابدا. حضرتك انا كنت مليانه ايام برضه حضرتك ما بتعملي حملات السمنه، بقيت انت تقولي خسوا خسوا. اقول لك والله يا استاذه نفسي اخس، بس اعمل ايه؟ اعمل ايه طيب؟ انا مش وجربت حاجات كتير قبل كده بصراحه بس ما جابتش معايا نتيجه ومنتجيه. وده بقى اللي انا بقوله، يعني في ناس كتير، في ناس كنت تقول لي ما انا جربت ناس كتير قبل كده، ما انا شفت ناس في التلفزيون وكلمتهم قبل كده. قلت لكم ماليش دعوه. أيوة. ماليش دعوه باي حد تاني وماليش دعوه. انا بتكلم في اللي انا شايفاه قدامي واللي انا جربته واللي انا ما بقبلش اعلن غير يعني غير معايا. والله يعني يا بيجي لنا ناس كتير قوي يقول لك اطلع معاكي فقره، اقول لها شكرا. لا 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 الحمد لله. احنا لازم نبقى متاكدين جدا جدا من اللي بنقدمه. فريق طب ممتاز ربنا يبارك لهم. انا والله بدعي لهم كل ثانيه كل ثانيه. وبدل حضرتك انت ما تعرفيش انت عملتي فينا ايه، غيرتي حياتنا والله. وربنا الاول ثم حضرتك. هو ربنا الاول والاخر الطبي لان ربنا وفقك برضه. ثم جوزي بصراحه اشكره جدا بصراحه ربنا. ولا هو ده بقى اشكره بعد ربنا، لان هو انا بحب قوي الازواج اللي بتخلي مراتاتها احسن. اه والله او وعايزينهم يبقوا احلى. مش واحد يفضل يقول لواحده انا عاجبني انك تخينه كده، هو انت عايزه تخسي عشان تلبسي ضيق، هو انت مش عارفه ايه، خليكي كده انت بتقضي عليها. انت عارف انها مش عاجباك. استاذه يقول لي انا خايف عليكي. أيوة. كان يبص على رجلي وعلى شكلي يقول لي انا خايف. انا مش عارف. كانت ورمه بقى. اه كتير ما كنتش بقدر امشي. احنا لو مشينا مشوار انا وهو اقول له لا وقف اي حاجه نركب، مش قادره. كانت رجلي اكني نار فيها، مش قادره فعلا، مش قادره امشي عليها. وكان فعلا كان بيبقى زعلان يقول لي طب اخرتها ايه؟ انت هنقعد كده. وجبت جاب والله جاب ورحت لدكتور ريجيم وتابعت معاه ما عملش اي حاجه. ما فيش زي بصراحه. اهم حاجه في اللي انت قلتيها ان انت بقالك سنه ونص مبطله. ايوه الحمد لله. ورجعتيش، لان في ناس كتير قوي تروح لها تخسس بسرعه جدا وترجعهم في شهر برضو اول ما تبطل. وهي دي النقطه اللي انا بصراحه ربنا كنت قلقانه منها. انا بقيت اقول انا مش هرتاح ولا اطمن ولا فعلا اشكر يعني الناس دي. بعد ما خسيتي في 3 شهور قلقتي بقى. أيوة قلت انا هرجع تاني. كله كان بيقول لي انت لاحظت بس هي 3 شهور وبعد كده خلاص وهترجع زي ما انت وازيد. ده فعلا بيرجع الواحد ازيد من. قلت لهم ان شاء الله اللي لقيته كده خلاص انا اللي هطلع اقول للناس ما حدش يجي. بقالك سنه ونص. سنه ونص وعايزه تبقي 60. اه حلم حياتي يا استاذه. انا هستناكي بقى لما تبقي 60 كيلو. ان شاء الله. عايز اشوف فستان بقى بتاع 60 كيلو ان شاء الله. هيبقى اصغر من ده ان شاء الله باذن الله. بشكرك وانت بطله. الله يخليك. وبحييكي انت وجوزك. واحلى حاجه في الدنيا ان الواحد يعيش بجد. ايوه والله ما يمثلش انه عايش. انت عارفه اصل هو بيمثل على نفسه مش بيمثل على حد. لو مثلت ما هو فعلا هيمثل على نفسه. بيضحك على نفسه. مين تعبان يا استاذه في كل اللي انا كنت فيه ده الا نفسي. مش حد.
لازم. ولا حد هيحس بيكي غير نفسك. ولا حد هيحس. أنا ولما كنتي هتكبري وتتعبي ما كانش حد هي. والله العظيم يا استاذ انا ما كنتش بعرف انام. النوم نفسه ما كنتش بعرف انام، تعبانه فعلا. انا عظمي كده كنت باجي كده انام ما مش عارفه، عظمي كان بيوجعني عشان نايم عليه، عشان الحمل اصلا تقل عليه. جات لي زي ازمه قلبيه مره من كتر السمنه اللي على الشرايين. ساعتها انا ما صدقت ان انا شفت حضرتك، قلت لا هو قرار وهجرب زي ما الاستاذه مايلي جرب مش هتخسر حاجه. جاب نتيجه الحمد لله، ما جاب بس جاب احلى نتيجه بفضل حضرتك والله. بفضل ربنا والله يا دكتور. يعني انت عايزه الناس كلها تكلم الفريق الطبي؟ والله خسرانين، هو خسران اللي هو مش هيكلمهم، خسران صحته اول حاجه، اول حاجه هو اللي هيتعب. بعد كده مفيش اي حاجه هتنفعنا الا صحتنا، محدش بينفع حد، هي الصحه بس مفيش غيرها. كلموا الفريق الطبي دلوقتي حالا عشان تبقوا زي ناديه وترموا العبايات القديمه دي كل الناس، وتشيلوا البني ادمين اللي انتوا شايلينهم دول وتعيشوا بجد. بصوا انا عايزاك تعمل اكستريم كلوز اب عليها، بصوا كميه السعاده اللي بشوفها في عينين الخاسس. انا اكني عشت لسه ببدا حياتي جديد. والله انا نسيت كل السنين اللي انا كنت مليانه فيها بصراحه. بصوا العينين بتبقى مليانه انبساط ازاي لو تعرف تجيب عينيها. والله العينين بتبقى مليانه انبساط. انا عشان شايفه حضرتك كمان والله يا استاذ. انا بعشقك والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي. وهستناكي وانت 60 كيلو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله قريب جدا هاجي وانا 60 كيلو ان شاء الله. بشكر الدكتوره خلود والدكتوره صفا جدا. قريب جدا هاجي وانا 60 كيلو. قولي بقى كنت كام كيلو وبقيت كام كيلو؟ كنت 103 وبقيت دلوقتي بقيت 90 كيلو. برافو عليك. 13 كيلو ده كتير قوي. مع الفريق الطبي الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ عندي 17 سنه. كام؟ 17. 17 سنه و 103 كيلو. ايه اللي خلاك تكلم الفريق الطبي؟ حضرتك من انت حضرتك شفت البرنامج بتاعك؟ شفت البرنامج بتاعك قررت تخس. طيب قولي بقى ايه الحاجات الوحشه اللي انت كنت بتحس بيها من وزنك؟ كنت بتعاني من ايه؟ اللبس، ما كنتش بعرف اجيب لبس اول حاجه، كنتش بعرف اطلع، كنتش بعرف اتحرك، كنتش بعرف انزل. كده كنت بمشي في الشارع مكسوت من نفسي. وال 13 كيلو دول فرقوا معاك؟ طبعا كتير. يعني بقيت تعرف تجيب لبس؟ الحمد لله. لبس شيك جدا. ده الحمد لله جبت. الاول ما كنتش بجيب الترنجات دي اصلا. جبته في العيد ولا ايه؟ صح شكله لبس عيد. طيب بتقول ما كنتش بعرف انزل ولا اطلع وانت عندك 13 سنه؟ يعني ما كنت مثلا حد مثلا امي مثلا تيجي تقول لي انزل هات حاجه ما كنتش بقدر، كنت بكسل وكده. انما دلوقتي الحمد لله بطلع وبنزل. عايز بقى تبقى كام كيلو؟ عايز ان شاء الله كده ابقى 75 كيلو. يعني كمان 15. ان شاء الله. طب قوم اقف كده وريني. انت خسيت كتير قوي. لو وروني صوره كنت مليان. الصوره بتاعته كبيره. برافو عليك. طيب ايه الطقم الجامد ده جبته منين؟ جبته من عندي من هناك. من هناك فين؟ من الخصوص. انت ساكن في الخصوص؟ اجدع ناس. طيب بابا مليان؟ لا. ماما؟ فانت طالع لماما.
طب وماما ما قررتش تخس معاك؟ مع امي ان شاء الله، انا ان شاء الله اخلص وهي هتجيب ان شاء الله. اه يعني انت هتخلص خسيه وبعدين مامتك تبتدي ان شاء الله. طيب اكلك بقى قل قوي يعني؟ قولي يعني بقيت تاكل ايه على الفطار؟ باكل اي حاجه. لا الكميه يعني بتاكل على الفطار قد ايه عيش؟ نص رغيف. وتشبع؟ وبشبع الحمد. والغدا؟ نص رغيف برضو. والعشاء؟ عادي اي حاجه باكلها. اه ما بتحرمش نفسك من حاجه؟ لا شيبسي باكل، اي حاجه عايزه بجيبها. اه لكن بتخس برضو؟ خس. ال 13 كيلو دول في قد ايه وقت؟ في شهر. يا سلام والله العظيم. برافو عليك. في شهر واحد؟ اه والله. يعني اول اسبوع خسيت كام؟ اول اسبوع نزلت حوالي مش فاكر الصراحه. يعني انا لما بيقولوا لي احنا بنخسس 13 كيلو في شهر مش كذابين؟ اه بجد؟ اه والله. طب احلف. او ربنا. 13 كيلو في شهر؟ او ربنا 13 كيلو في شهر. برافو عليك والله، وبرافو عليهم كمان. وعايز اشكر حضرتك، ربنا يخليك، واشكر الفريق الطبي. انت مين الدكتوره مين بقى اللي كانت بتشوفها؟ الدكتوره صفا. اه والدكتوره ياسمين هبه. ياسمين وهبه والدكتوره علا والدكتوره نور، كل دول. وبشكر بالذات الدكتوره نور عشان هي في الحج ومتابعانا على طول وبترد عليا وهي في الحج. وهي في الحج؟ هي في الحج والله. بشكرها والله، الفريق الطبي ده محترم والله العظيم. بشكر الدكتوره نور والله عشان هي كانت متابعانا، هي يعني متابعاك وهي في الحج دلوقتي والله. وبترد عليك وهي في الحج. بترد عليا والله في الحج. هو ده بقى اللي انا بقوله لكم، ان المتابعه دي من اهم الحاجات. كلمه تقول لها بقى انا اكلت ده ما اكلتش ده، خسيت ما خسيتش، بالظبط بترد عليها على طول. دي اهم حاجه، مش ان احنا بس نتكلم كده وخلاص، لا ان يبقى في حد بيتابعنا، دي اهم حاجه. طب انا بشكرك وتنصح الناس فعلا انهم يكلموا الفريق الطبي ده؟ انا بنصح اي ولا اعلان ده ولا ايه؟ لا بنصح الناس كلها تتسب الفريق الطبي ده. يعني انت شفت حاله زينا زي قاعده زيك كده بتقول الكلام ده وصدقتها؟ امي برضو الله يبارك لها قالت لي يا ابني تعالى انت ديك شايف الناس بتخس كده، هي اللي جابت لي مفاجاه وكده. يعني هو من غير امهاتنا احنا ما ننفعش خالص. اشكري مامتك جدا انها خدت الخطوه المهمه قوي دي. والحمد لله انا لحقتك اكتر ما كنت تتخن اكتر من 103. الحمد لله. فالحمد لله. انا عايزه اشوفك بقى. نكمل ان شاء الله. انا عايزه اشوفك كنت 75. نكمل ان شاء الله بالطقم الاجمد بقى ان شاء الله.